صوت الجنون. سيدتي صباح الخير. أخبار فتاة قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم ويوم جديد وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شادي. صباح الخير عليك يا هدير، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. ما في شك أنه زميلك في العمل ده مهم جدا، طبعا مش أنه ليه صديق لأنه في فرق ما بين الزمالة وصداقة، لكن قد يتحول زميل العمل إلى صديق في يوم من الأيام لو توفرت فيه الصفات اللي أنت بتحتاجها. زميل العمل ده قادر يخليك تقدم استقالتك بعد أسبوعين ثلاثة كده من الشغل، وقادر أنه يحببك كمان في الشغل، قادر يخليك طبعا أنت بتنزل تقعد معاه أكتر وقت، بتنزل تقعد معاه 8 ساعات 9 ساعات ساعات 10 ساعات، وفي ناس شغلها بيكون أكتر من كده، في سفريات بتجمعكم مع بعض. فزميل العمل ده قادر أنه يحببك في الشغل، فأنت بتشوفه أكتر ما بتشوف أهلك زي ما بنقول، بتشوفه ساعات أكتر ما بتشوف أصدقائك كمان. فقد يتحول زميل العمل إلى صديق إذا توفرت فيه صفات أنت بتحبها. في طبعا زملاء بيختلفوا، في واحد تلاقيه مثلا ماسك قسم الفطار، ده اللي بيلف على الموظفين يجمع أوردرات الفطار، ولو الوقت طال شوية يجمع أوردرات الغداء كمان. في زميل تاني تلاقيه عارف مواعيد المباريات، سواء الدوري المصري أو المباريات دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي أو كده، فده طبعا لو أنت بتحب الكورة ده بالنسبة لك هيفرق كتير. ففي صفة معينة كده أنت بتدور عليها من وسط زملاء العمل عشان تلاقيها، عشان تختار الراجل ده وتقول الراجل ده هيبقى هو صديقي. انت إيه بقى الصفة؟ ايه الصفه دي؟ والله طبعا هو غير الفطار والغدا، غير الفطار لو هيعزمنا زي ما باسم بيعمل معانا كده، يعني غير الفطار لو هيعزمنا، اما لو بيجمع وكده فده هدفع فلوس، فده مش لازم يبقى صديقي كمان. ده مش لازم يبقى صديقي، لا يعني يكفي ان هو يبقى زميل بس طالما هندفع فلوس، مش هيرتقي لمرحله الصديق. لا لا عمره صديق عشان ما عرفش كويس انت محتاج ايه. صديق لازم هو اللي يعزمنا، ده عشان ده مبدئيا كده عشان نكون فاهمين يعني. لا طبعا بيكون يعني من اهم الصفات في الشغل، طبعا الشغل بيبقى فيه ضغوطات وبيبقى فيه مشاكل وبيبقى فيه كلام رايح وكلام جاي، انه ما يبقاش بين الكلام. دي بالنسبة لي أنا مش محتاج حاجة تانية غير دي. يعني مثلا على سبيل المثال بنتكلم مثلا أنا وإنتي عن ليندا، أو أنا وليندا عنك مثلا، فبنتكلم عن موقف، مش بنغتابك أو كده، بنتكلم عن موقف حصل. فقد يتم نقل الموقف ده بشوية بهارات أو بشوية إضافات، فطبعا الطرف الآخر هيصدق لأن الموقف بالفعل حصل، يعني في جزء من الكلام صدق، إنما الجزء التاني هو إضافة من عنده. الموضوع كمان ما بقاش متحمل يعني، في مع الشغل ومع ضغط الشغل كل واحد بيكون يعني على قد ما يقدر عايز يعمل يعني أكتر حاجة كويسة في شغله، لكن من غير ما يضر أي حد حواليه، وخصوصا لو في يعني علاقة قوية تسمح بأنه نتكلم ونعاتب بعض. صحيح. المطلوب ده هنا ده لو في موضوع أصلا. آه. ده لو في موضوع أصلا، لكن هو ما بيبقاش في موضوع، بس هو في شخص كده بيجي في النص يروح حاطط شوية بيسلي بهارات. وقته بيسلي وقته في الشغل على حساب الناس بقى. أنت بالنسبة لك إيه الصفة؟ الصفة أنا بحب الناس بتتعامل من قلبها كده، اللي هو تحس أنه صادق. تحس أنه صادق، تحس أنه هو مش بيعمل مواضيع طول الوقت وبيتكلم كتير وبيقول حوارات ما حصلتش وكده. يعني ده أسهل، الناس دي طول الوقت بتكون سهلة وبيكون. صح. اللي جواهم باين على وشوشهم. بحب أتعامل مع الناس دي وبعرف أتعامل معاهم، لأني غير كده بصراحة ما بفهمش الموضوع غير بعد بقى إيه، بعد فترة يعني لما خلاص تبقى حصلت لي مشكلة هفهم بقى إيه ده ما كانش كويس يعني. فعايزين نسمع من حضراتكم زملائكم في العمل ايه هي الصفه اللي تخليهم يكونوا اقرب ليكم ويوصلوا لمرحله الصاحب او الصديق. ده سؤالنا النهارده موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستغرام، منتظرين اجابات حضراتكم على مدار الحلقه. جمعه مباركه عليكم جميعا، وربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والبركه.
عليه افضل الصلوات والسلام. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على ليندا ونسالها سؤال حلقتنا النهارده: ايه الصفه اللي هي محتاجه تكون موجوده في زميل العمل حتى يتحول الى صديق؟ صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير يا ليندا. الاول انت وشاذلي محتاجين تبطلوا خناقات في الفاصل. مفروض ده انا كنت لسه اقولها الصفات اللي انت هتقوليها قبل ما اعرفها موجوده فيا، قبل ما اعرفها. بالتاكيد طبعا يا شاذلي. الحمد لله. الصفه اللي انا بدور فيها على صديق العمل هو ان هو يكون في نقاء في قلب، ان هو بيحب الخير لغيره زي ما بيحب الخير للناس، بيحب الخير لغيره زي ما بيحب الخير لنفسه، ويكون كمان يعني ما بيحسدش وما بيحقدش وما بيدخلش في صراعات. كانك بتوصفيني بالظبط. دي حاجه مهمه جدا في الشغل، مساله انه حتى لو في منافسه ما يكونش في يعني الصراعات دي، لانها في الاخر ما فيش حد بياخد رزق حد، ده بالزبط. يعني مكتوب يعني. ولو عكس كده ببعد عن الشخص ده تماما. وبتعرفي بسهوله؟ اه جدا. ما شاء الله، ماشي، بعلميني بقى. اتفضلي. طيب. بالنسبه لحاله الطقس، النهارده الصبح الجو هيبقى معتدل وبالليل هيكون لطيف الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وفي النهارده نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى والسواحل الشماليه، ولسه معانا الشبوره المائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28، وأعلى درجة حرارة في أسوان 34، وأقل درجة حرارة في سانت كاترين 25. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا ليك. بنشكرك يا ليندا. نبدأ مع حضراتكم يومنا النهاردة بمجموعة من الأخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم بكل تأكيد، وبداية بنروح للأخبار اللي حصلت امبارح. أهم هذه الأخبار: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع نشاط صندوق مصر السيادي ونماذج تطوير مجمع التحرير، وأيضا تابع سيادته مشروع تنمية الأسرة المصرية ووجه بالتوسع في القوافل الطبية. وأيضا المتحدث العسكري أعلن بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، وكمان أعلن عن افتتاح فرع لخدمات الخط الساخن لصندوق علاج الإدمان بالمستشفى العسكري للطب النفسي. وأخبار تانية كتير هتكون معانا على مدار الحلقة. كمان من ضمن الأخبار اللي هتكون معانا متابعة رئيس الوزراء لمشروعات الهيئة العربية للتصنيع وتأكيده على أهمية تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وكمان نفي الحكومة إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات، وإعلان وزارة الداخلية إنشاء مقرات جديدة للأحوال المدنية بالمولات التجارية، وأخبار أخرى بدايتها هتكون مع هدير. اتفضلي يا هدير. شكرا ليك يا شاذلي. نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا النهاردة، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع امبارح نشاط صندوق مصر السيادي ووجه سيادته بمواصلة قيام الصندوق بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها. كمان تابع نماذج تطوير مجمع التحرير اللي هيتم بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية في العواصم الكبرى. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع امبارح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وجه سيادة الرئيس بتدقيق كل التفاصيل الخاصة بالمشروع، وكمان التوسع في القوافل الطبية بشكل يتكامل مع برامج مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وقد وجه السيد الرئيس بتدقيق كافة تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، موجها سيادته بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات، فضلا عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.
كما وجه السيد الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع تنمية الأسرة المصرية بانتظام، بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور الثقافي والتوعوي في إطار المشروع، ودراسة إدراج موضوعات تنمية الأسرة والصحة العامة في المناهج الدراسية لترسيخ مبادئها في الأجيال الصاعدة، نظراً للأهمية البالغة لتلك الموضوعات وارتباطها بالقضية السكانية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التصور النهائي للإطار التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية، حيث يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلاً عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني. كما تم عرض النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية وأسبقية المحافظات في تنفيذ أنشطة المشروع والفئات المستهدفة، فضلاً عن جهود تحقيق التكامل المطلوب بين المشروع مع مختلف المشروعات والمبادرات القائمة في الجهات الحكومية المختلفة، بما فيها وحدات طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق مصر السيادي، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية. كما وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصة توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة. وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط صندوق مصر السيادي خلال الفترة الماضية، وذلك من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية بهدف تحقيق الأثر التنموي الذي تسعى إليه الدولة، حيث نجح الصندوق في احتلال المركز 42 عالميا بين الصناديق السيادية المناظرة. كما تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقاري، حيث تم في هذا الخصوص استعراض الأصول التي تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها على النحو الأمثل، وأبرزها تطوير مجمع التحرير بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى ليصبح منشأة متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية، حيث تلقى الصندوق السيادي عروضاً عالمية عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصري لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار في مصر.
كما اطلع السيد الرئيس كذلك على نشاط الصندوق في عدد من القطاعات الأخرى كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعى لتقديم مستوى تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وكذا قطاع اللوجستيات والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية. طبعا يعني مهم جدا ان احنا نتكلم النهارده عن تنميه الاسره المصريه، لانه الاسره هي عمود المجتمع، لان لما نتكلم عن تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي للمراه اللي هي بنسبه كبيره جدا هي برضو عمود كل بيت مصري وبيعتمد عليها كل بيت مصري علشان هي اللي بتربي الاجيال اللي جايه، فمساله التمكين الاقتصادي للمراه شيء مهم جدا، مساله كمان التوعيه والحملات التوعويه اللي موجوده طول الوقت علشان نوعي الاسره المصريه باهميه مساله تنظيم الاسره وقد ايه ده هيعود عليهم ويعود على المجتمع بالنفع، وكمان اننا نوفر الوسائل اللي تخليهم يقدروا يعملوا تنظيم للاسره، لما تكون الست مشغوله وعندها شغلها وعندها دخل تقدر كمان يكون عندها وقت تفكر في حياتها وفي ولادها بطريقه افضل، تفكر ممكن تقدم ايه للاسره دي بطريقه افضل، الشباب والمبادرات الشبابيه المستمره علشان نقدر يكون في تمكين اقتصادي للشباب، مسألة الاهتمام بصحة المرأة والطفل، كل هذه المبادرات تصب في النهاية في صالح الأسرة المصرية اللي بالتأكيد تخدم المجتمع المصري من الدرجة الأولى وتساعد في بناء المجتمع المصري من الدرجة الأولى. مظبوط طبعا كلامك، وزي ما كنت بتتكلمي عن مشروع تنمية الأسرة المصرية فهو بيدعم المرأة المصرية في كل المجالات، عندنا من ضمن هذا المشروع تدريب حوالي 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة أن يكون في محفزات الأسرة فعلا اللي هتحافظ على عدد أفرادها اللي هم يكونوا 2 فقط. بس أنا عايز أتكلم مع حضراتكم عن الشق الآخر وهو صندوق مصر السيادي. في بعض الناس ما تعرفش إيه هو صندوق مصر السيادي. هذا الصندوق تأسس به قانون من رئيس الجمهورية 177 لسنة 2018، يعني لسه جديد في مصر، ومع ذلك احتل مكانة كويسة مقبولة وسط الصناديق السيادية في العالم كله. احنا رقم 42 عالميا من اصل 95 صندوق عالمي، ده طبعا وفقا لايه؟ وفقا لبيانات صادره من معهد صناديق الثروه السياديه. مكانتنا في الصناديق العربيه في 13 صندوق عربي، احنا الصندوق رقم 11. فلما نيجي نتكلم ان احنا من 2018 لحد دلوقتي ووصلنا لهذا المكان، اعتقد انه كويس جدا. الهدف من انشاء صندوق مصر السيادي هو استغلال اصول الدوله غير المستغله وغير المعروفه وتحقيق أكبر مكسب منها وتحقيق عائد مستدام من هذه الأصول عشان نحافظ على ممتلكات الدولة للأجيال القادمة، ومنها بقى توفير فرص عمل وكده. هل ده بينافس القطاع الخاص؟ إطلاقا، ده بيمد إيده للتعاون مع القطاع الخاص والشراكة سواء مع شركات كانت محلية أو شركات عربية أو أجنبية. احنا شفنا عروض كتيرة طبعا لتطوير مجمع التحرير، هذه العروض من شركات ومن تحالفات سواء شركات محلية أو شركات عربية أو شركات أجنبية، بالإضافة إلى أن في تحالفات ما بين بعض الدول للاستثمار في مجمع التحرير. كل اللي بيعمله الصندوق أنه هيشارك بإيه؟ هيشارك بمجمع التحرير فقط، في المقابل الطرف الآخر هو اللي هيقوم بعملية التطوير والاستثمار. وإحنا يعني يمكن حاطين شرط كده أن يكون متعدد الأغراض، لازم يكون في كل الأغراض في مجمع التحرير، تجاري، أن يكون فندقي، أن يكون إداري. طبعا المنطقة منطقة جذب للشركات لأنها طبعا منطقة مهمة جدا بتقع ما بين شرق وغرب القاهرة، فهي منطقة جذب ومنطقة جذب مهمة جدا. ليه؟ شرطين أن يكون متعدد الأغراض لضمان استدامة العائد من تطوير مجمع التحرير. صحيح يا شاذلي، ويمكن الشكل المجمع اللي هو اداري فندقي تجاري بيخدم المنطقه من الدرجه الاولى زي ما انت بتقول. احنا كمان بنتكلم عن ميدان التحرير بكل ما تم فيه من تطوير، فمجمع التحرير كمان لما يتم تطويره بالشكل يعني اللي المفروض نوصل له هيكون واجهه حضاريه للبلد بشكل كبير جدا. فيعني كمان في نقطه مهمه ناكد عليها، انه الارض الدوله تملكها، الأرض شريك أساسي، الدولة شريك بالأرض، علشان الكلام اللي كان بيقال إنه المكان ده لا ده طب إيه اللي هيحصل؟ لا، الأرض يعني الدولة تملك الأرض وشريك في المشروع بأرض مجمع التحرير.
نروح مع حضراتكم لخبر آخر، والعقيد غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن امبارح عن بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، وده في إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية، وكمان تأكيدا للدور المصري المحوري في محيطها القاري. إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي افتتحت امبارح فرع جديد لخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمستشفى العسكري للطب النفسي بالهايك ستيب، وده بهدف تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا مع مراعاة السرية التامة للمرضى. نروح مع حضراتكم لأخبار رئاسة الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع امبارح تابع فيه موقف المشروعات اللي بتنفذها الهيئة العربية للتصنيع والجهود اللي بتقوم بيها في تطوير وتحديث خطوط الإنتاج، وأكد الدكتور مدبولي على الدور اللي بتقوم بيه الهيئة في تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا. كمان الدكتور مصطفى مدبولي استقبل امبارح السفير نوكي ماساكي سفير اليابان في القاهرة، وقال ان الحكومة المصرية بترحب باستثمارات الشركات اليابانية خاصة في مجال صناعة السيارات، وفي استعداد لتقديم كل الحوافز الممكنة لتسهيل عمل الشركات دي في مصر وتشجيعها كمان على التوسع. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وده كان بخصوص المهلة المحددة لتجديد وترخيص السيارات وأيضا تحصيل غرامة تأخير بمجرد انتهاء مدة الترخيص. المركز تواصل مع وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية نفت كل الكلام ده وقالت إنه غير صحيح، وأكدت أنه لما ينتهي ترخيص العربية بيكون قدامك مهلة 30 يوم تروح فيها تجدد الترخيص من غير أي غرامات. وزارة الداخلية بتكثف جهودها لتطوير خدمات قطاع الأحوال المدنية، وده طبعا تيسيرا على المواطنين. أعلنت أنه تم افتتاح وتمديد ساعات العمل ببعض مكاتب الأحوال المدنية، ده طبعا غير إنشاء منظومة السجل المدني الذكي بالمولات التجارية واللي تستخرج الوثائق من خلال ماكينة مخصصة من غير تدخل العنصر البشري. تطور وزارة الداخلية من خدمات قطاع الأحوال المدنية ليتمكن المواطن من الحصول على مصدراته بصورة حضارية ميسرة وفي أقرب مكان له، واستكمالاً لخطة القطاع في التوسع في إنشاء مراكز نموذجية لتقديم خدمات الأحوال المدنية بالمراكز التجارية الكبرى، فقد استحدث القطاع مراكز نموذجية بعدد من المولات التجارية بالقاهرة والغربية، وهي مول العروبة بطنطا، ومول أفينيو بالرحاب، ومول سيتي سنتر ألماظة، ومول تاون سنتر السلام بمدينة السلام. فكرة المراكز النموذجية لخدمات الأحوال المدنية بالمولات الشهيرة تعتمد على استخراج المواطن للأوراق الثبوتية دون التقيد بنطاق جغرافي على مدار اليوم. احنا جينا النهاردة علشان محتاجين شهادة ميلاد لبنتي في المدرسة، فجينا ما خدناش 5 دقايق، ومكان نظيف جدا وسريع جدا. في اختلاف واضح في التعامل وفي المكان وفي تقديم الخدمة، والإجراءات كلها هنا كانت متيسرة وبطريقة سلسة خالص. سرعة في أداء الخدمة، لا ما شاء الله يعني ممتاز. المراكز النموذجية لخدمات الأحوال المدنية ذات تصميم معماري مميز ومجهزة بأفضل الوسائل التكنولوجية لاستخراج الأوراق الثبوتية وأماكن انتظار لائقة للمواطنين، كما زودت بخدمات الترجمة للوثائق الثبوتية. كل الحاجات اللي أنا ممكن أحتاجها في السجل المدني موجودة. فكرة حلوة جدا الموضوع فتح في مول. أنا ما تخيلتش إن المكان هنا بالنظافة دي والراحة دي وفاضي وسريع جدا جدا جدا. المكان كويس جدا، أنا جيت وتعاملت بكل سلاسة مع الستاف، بصراحة ناس في قمة الذوق والاحترام. وتتوسع الوزارة في إنشاء تلك المراكز النموذجية في مراكز التسوق على مستوى الجمهورية لتصل بخدمات قطاع الأحوال المدنية للمواطن للتيسير عليه في أي مكان، وتقدم الخدمة بشكل مميز وحضاري.
بحب اشكر الاحوال المدنيه ووزاره الداخليه على المجهود اللي هم بيحاولوا يساعدوا بيه الجمهور. واستمرارا لمنظومه التطوير الذي يشهده قطاع الاحوال المدنيه وتماشيا مع توجه الدوله نحو التحول الرقمي، فقد طور القطاع من الخدمات التي يقدمها السجل المدني الذكي، والذي كان يقتصر على شهادات الميلاد فقط، فاصبح المواطن بامكانه ان يحصل ايضا على شهادات الوفاه والزواج والطلاق من خلاله دون تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة. وقد بدأ القطاع بثلاث سجلات ذكية كمرحلة أولى بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية وبمول سيتي ستارز بالقاهرة ومول العرب بالجيزة، وتوفر أعلى معدلات الأداء لطالب الخدمة من خلال التحقق من هويته عن طريق بصمات الأصابع والوجه ومطابقتها بما هو مسجل بقاعدة بيانات الرقم القومي بقطاع الأحوال المدنية. النهاردة من المكنة دي جيت وعرفت أن في حاجات كتير ممكن تخلص في 5 دقائق بس. الإجراء ما بياخدش أكتر من 5 دقائق، والواحد بيحصل على أي وثيقة هو عايزها. وتنفذ وزارة الداخلية خطة متكاملة لنشر هذه الخدمة على نطاق واسع بمراكز التسوق والتجمعات السكانية، وهو ما يعد استمرارا لجهود تبذلها الوزارة لتطوير كافة خدمات قطاع الأحوال المدنية ليحصل عليها المواطن بصورة حضارية ميسرة. نروح مع حضراتكم من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. والنهاردة دار الإفتاء المصرية هتستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. النهاردة كمان شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى هتقطع المية عن 18 منطقة، وده لمدة 10 ساعات، منهم المطرية وعين شمس ومنشية البكري ومنطقة الشيراتون والحي العاشر وصقر قريش. المية هتقطع من الساعة 8 بالليل لحد الساعة 6 الصبح، وده لتحويل مسار خط مياه في محطة مسترد. والنهارده كمان في الجيزه هيكون في غلق جزئي لكوبري الجيزه المعدني في اتجاه شارع مراد لمده 3 ايام، وده لاعمال الصيانه اللي بتتم هناك. وكمان غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه اللي جاي من ميدان الكتكات لرفع كفاءه الكوبري وصيانه الفواصل. ده غير كمان انه النهارده هيكون في غلق كلي لشارع الهرم في تقاطعه مع شارع العمده الجديد الجهه المقابله لشارع سهل حمزة علشان تنفيذ أعمال المترو. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لأخبارنا من برا مصر، ونروح على نيوزيلندا. راجل ومراته لقوا أكبر بطاطساية في العالم وهم شغالين في المزرعة بتاعتهم. الجرافة اللي بيشتغلوا بيها اصطدمت بشيء غريب في التربة لما قعدوا يحفروا كده عشان يشوفوا إيه ده، إيه الموجود بالظبط. لقوا إن هي بطاطساية وزنها قد إيه البطاطساية؟ 7 كيلو و800 جرام. طبعا الزوج والزوجه اتخضوا من منظرها، وعلى طبعا على طول صوروها ونزلوها على السوشيال ميديا. هيتعاملوا فيها ازاي بالتصاريح؟ هيقشروها ازاي؟ هيعزموا عليها البلد كله؟ هيقشروها ازاي اصلا؟ يقطعوها ازاي يعني؟ البطاطس ما كانتش عامله كده، المقشره مش تمشي فيها، المقشره تمشي ازاي فوق؟ مش عارف. هيجيبوا لها بقى ادوات خاصه؟ دي مش عايزه مقشره، دي عايزه حاجات اكبر من كده. ده 8 كيلو دي. طيب احنا لسه كاملين مع حضراتكم. الاكل، الدببه اللي بتقتحم البيوت في العالم ما بتخلصش. قصة جديدة قرر فيها الدب اللي كان جعان انه يعني يروح يتغدى كده. جاب بقى الغدا بتاعه منين؟ موضوع مختلف. راح اقتحم بيت ودخل المطبخ، مش عارفه هو عارف الطريق ولا ايه، واكل وجبة كان صاحبها مشتريها من مطعم شهير وكبير. صاحب البيت رجع ما كانش مصدق نفسه واتصدم لما لقى الدب قاعد ومربع زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة وبياكل الوجبه بتاعته. انا بس عندي سؤال، هل هو اتصدم من وجود الدب في البيت ولا مساله ان هو عايز الاكل بتاعه؟ الوجبه طبعا. عض ايدي وما تاكلش الوجبه، مش مهم. والدب ده ما بيخوفش؟ انا راجع جعان. لا انا اقول لك عضني بس سيب الاكل ده، يعني انت تبعه هتزعل على الوجبه طبعا. دلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم مع فاصل، هنرجع من بعد ونكمل فقرات صباح الخير يا مصر. خليكم دايما مستنيين.
اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل، وبنفكركم بسؤال حلقتنا النهارده. ايه الصفه اللي انت تحب تكون موجوده في زميل العمل عشان يتحول الى صديق؟ دلوقتي نستعرض مجموعه من الاجابات اللي جات لنا على سؤال حلقه النهارده. في وليد عثمان ابو خزيم بيقول: صباح الفل والورد والياسمين، اهم صفه صديقي في صديقي وخصوصا في العمل الصدق، ده هو اللي بيبقى صديق الحياه. ومن خلال برنامجكم احب اصبح على اصدقائي احمد ابو عبد الحميد ابو خزيم ابو حمزه وايمن اسعد الشنتلي. وصباح الخير يا مصر. صباحك فل يا استاذ وليد، وصباحك فل. جميل في التعليق انه مساله اصدقاء العمل دي ما هيش حاجه سهله، لانه دايما بنقول انه الناس تفضل صحاب لحد ما المصالح تتعارض فيبتدوا بقى صحيح. يعني يبقى في مشاكل، لكن فكره انك تكونوا زملاء جوه الشغل وبعدين الزماله دي تتحول لصداقه، اعتقد انها بتكون حقيقيه بنسبه كبيره. أستاذة زينب بتصبح علينا وبتقول أهم صفة بالنسبة لها هي الصدق. في كمان وليد بيقول: صباح الخير عليكم، الصفة هي الصدق والأخلاق. صدق الناس مجمعة على الموضوع. رامي بيقول: مش هقول يعمل خير في زمايله علشان ده مستحيل ومش موجود، هنقول بس يكون زميل مش مؤذي وفقط. يعني ممكن تكون تجربه حضرتك تعرضت لها يا استاذ رامي، لكن ده مش العموم، ما ينفعش نحطه قاعده يعني. لا طبعا في ناس كتيره بتعمل خير. في محمود بيقول: صباح الخير عليكم، اولا يكون امين وما ينقلش الكلام، ثانيا لما احتاجه الاقيه. عبد الحق محمد بيقول: بيحب الصديق الخدوم اللي يساعد اللي حواليه ويعينهم وبيسلم على كل الشغالين في برنامج صباح الخير يا مصر. صباحك فل. في كمان محمد رمضان بيقول: ودود وكثير التفاعل مع الزملاء بكاريزما صغيرة. مش عارف يعني كاريزما صغيرة، بس هي ودود يعني كويس. ممكن قصده يعني لطيف، يعني ظريف في العمل كده، ما يبقاش في ناس عارف تشوفها كده يعني اول ما تقفلك من كل حاجه. ده حصل، عارف الناس هي بتصدر طول الوقت مشاكل حتى لو ما فيش مشاكل. يا ساتر يا رب. شوف الصبح كده تقول يا ساتر يا رب، وفي ناس ثانيه تبقى مصدر بهجه مصدر سعاده. انت لما بتشوف الصبح بتطمن، عارف ان اليوم هيبقى حلو حتى لو في ضغط شغل، فانت عارف ان اليوم هيعدي. فعلا بيخلوا الموضوع يعدي اسهل. طيب حساب باسم سينجر سينجل: صباح الخير عليكم، انا بحب البرنامج بتاعكم وبحب اتفرج عليه كل يوم، واهم صفه بالنسبه لي انه يكون متعاون مع اصدقاء العمل ويكون صادق معايا. في ميرفت شعبان بتقول: اهم حاجه تكون فرفوشه زي كده، انما كئيبه كده وحزينه بقى والوش ده لا والف لا، وتكون كمان صادقه وتعزمني كتير. تخلى على طمع انت. ايوه، موضوع تعزمني كتير ده حاجه مهمه. فل. طبعا تعزمك كتير وتكون فرفوشه. لا انا تعزم كتير. لا. ايوه، ما هو زي شاذلي بتحب تتعزم. مش قصدي حاجه. ما انا عارفه كويس. فهمتيني غلط. كويس. طيب دلوقتي هنسيب حضراتكم مع ليندا تقول لنا اخبار وتفاصيل الطقس النهارده. اتفضلي يا ليندا. احنا شفنا يا هدير امبارح كانت اعلى درجه معانا كانت في اسوان 35، النهارده اسوان بتسجل 34، وده مؤشر كويس للخير. خلاص بقى الشتاء بقى وقت اسوان، احلى وقت في اسوان والاقصر دلوقتي. بالظبط. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون حر على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في أول الليل الطقس هيكون لطيف على الأنحاء كافة، وفي آخر الليل هيكون الجو مائل للبرودة. كمان النهاردة في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفي شبورة مائية كثيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 28 والصغرى بتسجل 19، الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19، مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 18، سيوة العظمى 31 والصغرى 15، بورسعيد العظمى 27 والصغرى 21، دمياط العظمى فيها كمان 27 والصغرى بتسجل 21، الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 20، السويس العظمى فيها كمان 28 والصغرى بتسجل 21. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 27 والصغرى بتسجل 19، سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 14، طابق العظمى 28 والصغرى 20، شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 23، الغردقه العظمى فيها كمان 31 والصغرى 22، الفيوم العظمى 29 والصغرى 17، بني سويف العظمى فيها كمان 29 والصغرى بتسجل 17، المنيا العظمى 30 والصغرى بتسجل 17. هنروح لاسيوط العظمى فيها 31 والصغرى 16، سوهاج
العظمى 32 والصغرى 18، قنا العظمى 32 والصغرى 19، الأقصر العظمى فيها 34 والصغرى 19، أسوان كمان العظمى فيها 34 والصغرى 21، الوادي الجديد كمان العظمى بتسجل 34 والصغرى 18، شلاتين العظمى 32 والصغرى 19، وأخيرا حلايب العظمى 29 والصغرى بتسجل 21. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك. طبعا النهارده كل جماهير الكرة في مصر أهلي وزمالك هيتابعوا مباراة القمة رقم 123 ما بين الأهلي والزمالك في الدوري. طبعا الزمالك صاحب النسخة الماضية أو صاحب لقب النسخة الماضية من الدوري ومنتشي طبعا بهذه النسخة، ويمكن مستواه محافظ عليه بقاله فترة. الأهلي يمكن مستواه مش مستمر على نفس الطريقة، لكن مباريات القمة دايما بيكون ليها حسابات أخرى ودايما بيكون خارج التوقعات. الجديد في مباراة القمة رقم 123 بتنظمها لأول مرة الرابطة المصرية للمحترفين، هيدير المباراة طاقم حكام مصري وكمان هيكون في جماهير، ودي الأول مرة من فترة طويلة. لا صوت يعلو فوق صوت القمة المرتقبة بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك في القمة التي تحمل الرقم 123 بين الفريقين في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري 2021-2022، والذي يقام لأول مرة تحت إشراف الرابطة المصرية للمحترفين التي تحرص على توفير كل الإمكانيات المتاحة لنقل المباراة وخروجها بالشكل المشرف الذي يليق بكرة القدم المصرية في ثوبها الجديد وبإمكانيات نقل وتصوير على أعلى مستوى. ولأول مرة منذ فترة كبيرة تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً للقطبين بعدد 1000 مشجع لكل فريق، مع توفير كل التسهيلات المتاحة لهم أملاً في نجاح التجربة وحضور عدد أكبر من المشجعين لمتابعة مباريات كرة القدم في مصر في الوقت القريب. إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة قررت تعيين 3 مراقبين لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها مساء اليوم على استاد القاهرة. ويتعامل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع مباراة القمة باهتمام خاص وتركيز شديد باعتبارها بطولة خاصة، ولذلك يركز في وضع خطة محكمة وسيناريوهات للوصول للفوز وحصد النقاط. وفي المقابل فرض موسيماني حالة الطوارئ في الأهلي بعدما قرر دخول معسكر مغلق قبل المباراة ب 48 ساعة، كما فرض حظراً إعلامياً على كل اللاعبين وحالة من السرية على ميران الفريق الأحمر. الجماهير المصرية والعربية تنتظر القمة والمباراة التي تحتفظ بأسرارها حتى موعد صافرة البداية بإدارة حكام مصريين بعد نجاح التجربة العام الماضي. احنا بنتكلم على الاسبوع الثالث من الدوري، اعتقد انه دي اول مره يكون عندنا مباراه بين الاهلي والزمالك مبكره كده في الدوري، ما يكونش الموضوع محسوم، دايما كانوا بيتقابلوا وكل واحد فيهم عارف مكانه في الدوري وعارف يعني مين الاقرب للقب. مباراه الاهلي والزمالك دايما هي بطوله جوه الدوري لوحدها، لكن مساله برضو انهم يكونوا داخلين المباراه ولسه الاهلي متصدر بست نقاط بفارق الاهداف، لكن برضو مساله انهم يتقابلوا بدري ده حاجه جديده شويه. صحيح يا دير، وطبعا كل الناس قاعده النهارده مستنيه عايزين نشوف ايه اللي هيحصل النهارده. ده الاهلي والزمالك يا جماعه، يعني مفيش بعد كده، كلنا خلاص قعدنا واتفقنا بقى مع اصحابنا وشفنا هنشوف الماتش فين النهارده الجمعه كمان. ففرصه ناس كتير اجازه فيتفرجوا على الماتش ويستمتعوا. كمان المفروض ان الشناوي راجع من الاصابه، في كلام على انه يكون موجود النهارده، ومحدش عارف هيكون مشترك او مش مشترك، في شيكابالا لسه بره خارج القايمه. يعني هنشوف ونستعرض مع حضراتكم كمان طول الحلقه، وهنتكلم اكتر عن ماتش الاهلي والزمالك ونتابع مع حضراتكم التشكيل والتوقعات وكل الجديد في الماتش ان شاء الله، ونستمتع جميعا بماتش الاهلي والزمالك. نروح مع حضراتكم لإكسبو دبي 2020 وتحديدا للجناح المصري اللي لفت نظرنا ونظر كل اللي كانوا موجودين هناك بشكل كبير جدا، وكان في حالة من الإقبال الكبير على الجناح المصري. لكن وإحنا هناك كان في شكل مجسم للقمح المصري المزروع في أراضي بلدنا.
داخل الجناح المصري كان عندنا رسالة واضحة الحقيقة، وهي أننا نوصل الاستراتيجية المتطورة اللي بقينا ماشيين عليها علشان نحقق إنجاز كبير في مسألة زراعة القمح. معلومات كتير هنعرفها من التقرير اللي صوره زميلي أحمد عبد الصمد. نروح نتابع مع حضراتكم ونرجع نكمل الكلام. أو المشروعات اللي بتحصل في مصر بشكل عام، وتحديدا مشروعات الزراعة، عندنا 1.5 مليون فدان، عندنا الدلتا الجديدة وغيرها من مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية. مفيش أفضل من الترويج لهذه المشروعات من خلال اكسبو دبي اللي بيضم 192 دولة اللي كلها بتتنافس في عرض مقاومات الدولة وفرص الاستثمار فيها. علشان كده احنا موجودين دلوقتي في الجناح المصري، وتحديدا من داخل قسم الزراعة اللي هنعرف تفاصيل اكتر عنه من خلال الأستاذة نريمان نوفل. بنرحب بيك يا نريمان. اهلا وسهلا نريمان. عاوزين نعرف في الاول ايه اللي انت بتشرحيه للزائر اللي موجود في الجناح المصري في القسم ده تحديدا؟ انا هنا بشرح له عن قسم الزراعه بتاعنا، ومش بس قسم الزراعه، كمان الطاقه اللي عندنا اللي احنا بنولدها. احنا الزراعه عندنا من اكبر الاقسام اللي في البافيليون المصري، لان دي من الحاجات اللي احنا طموحاتنا ان احنا نوصل لحاجه اكبر فيها. زي ما حضرتك شايف عندنا هنا القمح المصري، ده قمح مصري مجفف، جايبينه هنا عشان نوري الناس الجوده بتاعه القمح وازاي شكله عامل. ليه؟ لان يعني ده قمح طبيعي، ده قمح حي، قمح 100% طبيعي مجفف ومتحط هنا عشان الناس كلها تشوفه بعينيها. احنا طبعا من اكتر البلاد اللي بتستخدم قمح، ومن اكتر البلاد اللي بتزرع، ولكن لسه بنستورد. بالظبط، احنا طموحاتنا ان احنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، وكمان ان احنا نصدر للبلاد اللي بره، مش بس ان احنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي. وعشان كده المكان ده احسن مكان ان احنا نوري للناس القمح بتاعنا وان احنا نعرضه عليهم. طيب انا شايف زي ما انت قلتي، شايف كمان في السكرين من ورانا فكره مشروعات الطاقه. ايه مشروعات الطاقه اللي بنقولها للزائرين، والفرص اللي ممكن او التحول اللي حصل في مصر تحديدا من خلال استخدام الوسائل بقى الخاصه بالطاقه النظيفه تحديدا؟ احنا دلوقتي طموحاتنا ان احنا نقلب الطاقه كلها تبقى طاقه نظيفه، وعشان كده عندنا اكبر مشروع طاقه شمسيه في العالم كله في اسوان، الطاقه الشمسيه. كمان عندنا طاقات ريحيه زي اللي في جبل زيت ب 580 ميجا وات. فاحنا عندنا مشاريع كتير للطاقه، وطموحاتنا ان احنا نوصل لها وان احنا نستخدمها في كل حاجه. برضو مش بس الطاقه، احنا كمان عندنا في الزراعه البرتقال. احنا من اعلى 3 بلاد بتصدر برتقال في العالم، مع يعني بننافس مع اسبانيا، ودي من الحاجات زراعه البرتقال او في وتصديره للخارج. وتصديره للخارج، يعني احنا اعلى. دي معلومه جديده ليا انا تحديدا. لا، هي معلومه صراحه احنا فعلا لما نقولها للناس هنا في الاكسبو هم ما بيكونوش عارفينها وبيتفاجئوا. في ناس تقول لنا لا اسبانيا، اللي هم لا، كمان احنا مع اسبانيا من اعلى 3 بلاد. فدي حاجه احنا وصلنا لها، وان شاء الله كمان هنوصل لها في القمح، وطموحاتنا كبيره ان شاء الله. اكيد طموحاتنا كبيره، والامل ان شاء الله هيتحقق، لان انا فخور ان اللي بيعرض لي او بيشرح لي شباب مصريين. فده يخليني اسالك بقى، كام سنه يا نرمين؟ انا عندي 23 سنه. 23 سنه، مبسوطه وانت او فخوره وانت بتروجي للدوله المصريه في معرض عالمي زي اكسبو دبي اللي بيروج لاكثر من 192 دوله حول العالم، وبينظم كل 5 سنين؟ طبعا هو ده شرف ليا كبير جدا. انا نفسي ما صدقتش نفسي ان انا جات لي فرصه دي من الاول، وانها بالنسبه لي شيء كبير جدا، وان الناس كلها تشوف مصر عامله ايه. ده شيء يعني كبير جدا في عين الدول كلها، لان كمان لو حضرتك جيت هتلاقي من اسهم البافيليونز عندنا البافيليون المصري، والناس معجبه باللي هم شايفينه، ودي اهم حاجه عندنا. ويا رب ان احنا دايما نفضل طالعين لفوق ونكمل بالشكل ده. يا رب ان شاء الله هنكمل يعني بيكم وبالقياده السياسيه الواعيه اللي مدركه تحديدا هي بتعمل ايه. لكن وانت بتقولي على ردود فعل الناس، لازم اسالك من خلال بقى الناس اللي بتيجي وبتزور وانت بتشرحي لها، ايه ردود فعلها؟ هل بيبقى في تحول حقيقي بيحصل بعد ما بتشرح لهم ده؟ بيبقوا منبهرين بعظمه المصريين بقى، امتداد بقى يعني المصريين القدماء النهارده احنا بنكمل ده، مش واقفين عند الفراعنه فقط؟
ايوه طبعا بيتبهروا جدا، ما كانوش متوقعين ده، ولما بيعرفوه بيتبسطوا، واكشلي بيبقى عندهم طموحات لحاجات اكبر كمان من زراعات تانية. يعني بيقولوا طب وكذا وكذا والقطن، فالناس بتجيلها شجاعه وبتجيلها زي انه احساس انه لا مصر هتوصل لحاجه، وبيتبسطوا جدا. ولما يعرفوا ان احنا وصلنا ان احنا من اعلى 3 بلاد في حاجه كمان زي البرتقال، بيتبسطوا جدا، وفعلا بيبان الموضوع ده على وشهم، على الفيشل رياكشنز بتاعتهم بيبان عليهم جدا، وبيقدروا اللي احنا فيه. وبجد يعني ايه اكتر حاجه اتسالتي عليها في الجناح ده؟ جناح الزراعه. جناح الزراعه لما بتسال على القمح، لان هم شايفين قدامهم بيقولوا يعني انتوا من اعلى بلاد بتزرع بس لسه بتسرد. لسه في جد. بس لما بيشوفوا اللي احنا عاملينه في الجناح، وبنشوفوا اللي احنا عاملينه في القسم الزراعه، بيقولوا لنا احنا بجد متاكدين انكم هتوصلوا اللي انتوا عايزينه، وبيشجعونا دايما. ولا هم دايما بيبسطوا. حاجه كمان دايما بيسالوني عليها الصراحه، الطاقه الشمسيه، بيتبهروا جدا لما يعرفوا ان احنا اكبر واحده في العالم في اسوان. بتكلمي على مشروع بنبان للطاقه الشمسيه اللي موجود في اسوان، وهو فعلا من اكبر مشروعات الطاقه الشمسيه. من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية. وخلال لقائه رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني. وقال متحدث الرئاسة إن الاجتماع شهد عرض مجمل نشاط صندوق مصر السيادي خلال الفترة الماضية، وذلك من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية. وخلال الاجتماع تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة على مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقاري. كما اطلع الرئيس السيسي على نشاط الصندوق في عدد من القطاعات الأخرى. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق كافة تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية. وخلال لقائه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات، فضلا عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية. كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع تنمية الأسرة المصرية. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 763 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 281,325 حالة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس، مشيرة إلى وفاة 57 حالة جديدة. نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع كلية الخدمة المدنية بسنغافورة ورشة عمل بعنوان الابتكار والتفكير الإبداعي في الخدمة العامة لمتدربي دفعة الشهيد أحمد منسي من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. وتناولت الورشة الرقمية التي قدمها أحد أعضاء المكتب الفني لرئيس الوزراء السنغافوري استعراض أهمية وفوائد التفكير الإبداعي في مجال الخدمات العامة والتجربة السنغافورية في التخطيط للمستقبل ونجاحها في ذلك.
استعهد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالالتزام والمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة. وجاء ذلك خلال استقبال البرهان لاتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث اتفق الطرفان خلال الاتصال على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة. أما رياضيا فيستضيف الزمالك اليوم النادي الأهلي في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز في 8 مساء على استاد القاهرة. ويدخل الزمالك حامل لقب الدوري مباراة القمة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في أول جولتين بالدوري على كل من إمبي وطلائع الجيش بنتيجة 2-0 في المواجهتين، كما هو الحال للأهلي الذي سيخوض القمة بعد تحقيقه انتصارين على كل من الإسماعيلي بنتيجة 4-0 والبنك الأهلي بنتيجة 1-0. نهاية موجز الثمانية، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان، مكملين معاكم حلقة الجمعة من صباح الخير يا مصر. ونروح لموضوع مهم جدا الحقيقة وكان أمل لكل فلاحين مصر. الحكومة ابتدت تستعد لإعداد الدراسة النهائية لمبادرة معاشك بإيدك، وهدف هذه المبادرة أنها توفر معاش تأميني للمزارعين المستحقين من الفئات الأولى بالرعاية، وده وفقا لتوجيهات السيد الرئيس ضمن مبادرة حياة كريمة. خلونا نعرف التفاصيل والحكاية أكتر من الأستاذ حسين أبو صدام النقيب العام للفلاحين. صباح الخير عليك يا فندم، ويعني زي ما كنت بقول يمكن ده كان أمل لكل فلاحين مصر من الأول أنه يكون في معاش يساعده بعد كده على الحياة، لأنه الفلاح مش موظف. حضرتك شايف المبادرة ممكن تفيد الفلاح المصري ازاي؟ صباح الخير عليك يا استاذ قدير، وصباح الخير على الاستاذ محمد، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، وصباح الخير على اعظم رئيس جمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده فرحه كبيره جدا وحلم من تحقق من احلام من الفلاحين كنا منتظرينه من سنين طويله جدا. بعد تقميش لعقود كبيره للفلاح المصري جاء من يكرم الفلاح المصري في سن متقدمة جدا في المعاش. ما كناش يعني نتخيل ان هيجي يوم والفلاح المصري هياخد معاش زيه زي الموظفين. النهاردة ببارك لكل فلاحين مصر وكل المهتمين بالشأن الزراعي، الفلاح المصري في يد كريمة بتكرم الفلاح المصري بحياة كريمة في معيشته بالريف، وامتداد لهذا الجهد الكبير للدولة المصرية لتكريم الفلاح المصري توج العمل بمبادرة الكريمة لمعاشك بإيدك لتكريم الفلاح المصري في سن متقدمة بعد أن يكون قد تقدم في السن ولا يقدر على العمل. فدي مبادرة كريمة من قائد كريم لفلاح مصري تعب وصبر لهذا اليوم. طيب يا حاج حسين، المعاش ده المفروض ان هو للمزارعين المستحقين من الفئات الاولى بالرعايه، ازاي هيتم تحديد ده؟ يعني مثلا يكون موجود في حيازته الزراعيه عدد افدنه معينه؟ الحقيقه ده طبعا ان في مصر حوالي 6000 جمعيه فيها حوالي 5 مليون فلاح، دول المستهدفين من المعاش التاميني، وده هيبقى معاش زيه زي اي موظف، لكن هيبقى في دعم اكيد من وزاره الزراعه ومن الاتحاد التعاوني بجانب ما يدفعه الفلاح طوال سنينه اللي هي موجوده دلوقتي، بحيث ان هو ياخد معاش يكرمه ويبدا يعني بعد كده حياه مرتاحه وكريمه في سن متقدمه، بحيث ان هو ما يشتغلش يعني في السن ده. طبعا الفلاح دلوقتي هياخد المعاش في 3 حالات، هو لما يوصل سن الاستحقاق القانوني اللي هتقره وزاره التضامن تمثلها في الحكومه المصريه، او لا قدر الله في حاله الوفاه ياخدوه اولاده، او في حاله العجز الكلي. نتمنى انه في حاله العجز الجزئي الفلاح ياخد جزء من هذا المعاش، لان الفلاح يعني بيعتمد على الشغل العضلي، فاي يعني عجز جزئي فيه او حاجه لازم ياخد معاش. ونتمنى
انه تضاف للفلاحين اللي هم اصحاب الحيازات، الفلاحين اللي هم ما لا يملكون حيازات باي طريقه مستاجرين. صحيح. طب بس انا كان سؤال لحضرتك، يعني اعرف منين انه الفلاح ده او المزارع ده اولى بالرعايه؟ هو طبعا انا مش عايز اقول لحضرتك الفلاح كله بعد سن الستين كلهم اولى بالرعايه، لان الفلاح اساسا مش موظف، مفيش حاجه تاني غير ارضه. وبعدين احنا دلوقتي ما بنكرمش الاولى في الرعايه ان هو لازم يكون محتاج يعني حاجه هيموت، ده دي حاجه تكريم ليه وده معاش هو هيدفعه. يعني هو دلوقتي الدوله هتدعم ايوه، لكن ان احنا ما بنتكلم يعني الناس اللي اولى بالرعايه دول احنا بنخص كبار السن. كل فلاح وصل ل 66 يعتبر اولى بالرعايه، لانه قضى حياته كلها في الشغل وفي العمل. يعني احنا مش بنبص ان هو يكون عايز عن الشغل او يعني ما عندوش حاجه، لكن احنا بنكرمه كانسان. وبعدين ان هو دلوقتي طيب استاذ حسين، مساله انه الفلاح نفسه هو اللي هيدفع الاقساط علشان يحصل على المعاش، هل ده بيستلزم انه يكون مسجل في جمعيه زراعيه مثلا؟ ده اللي احنا بنحاول نفهمه من حضرتك. هو اكيد طبعا دلوقتي احنا مستهدفين اللي هم 5 مليون اللي عندهم حيازات زراعيه، لكن انا بقول لحضرتك ان انا بطالب ان هم يضموا الناس اللي هم ما عندهمش حيازه زراعيه. ينضموا مثلا للنقابه، ينضموا للاتحاد، ينضموا لوزاره الزراعه، للجمعيه الزراعيه، باي حاجه بحيث ان هو يستفيد من هذه المبادره. هو طبعا المعاش ده زي اي موظف، اي موظف دلوقتي بياخد معاش سواء بقى طلع سليم، طلع لا قدر الله مثلا عنده عجز او حاجه بياخد معاش. الفلاح هيبقى زي كده، لان الفلاح هيساهم في المعاش ده، هيدفع جزء في الاول وهيدفع اكسار. احنا بنطالب ان الحكومه تدعم زياده على اساس ان هو وزاره الزراعه والاتحاد التعاوني يدفعوا في الدعم ده، بحيث يبقى فيه معاش يعني يريح الفلاح المده اللي بقياله من عمره بعد تعب سنين، لان الفلاح هيبقى المعاش ده هو السند اللي هيستند عليه الفلاح بعد عمر طويل. ان شاء الله ما يمدش ايده لحد ولا طب استاذ حسين، هل تم النقاش حوالين ثمن القسط، يعني انه يكون في متناول الفلاح البسيط، ولا الموضوع واصل فين؟ هي الحقيقه دلوقتي المبادره قيد الدراسه طبعا، واحنا في تواصل مستمر مع الجهات المعنيه. كان في كلام ان هو الفلاح هيدفع طوال العام حوالي 3000 جنيه. طبعا احنا يعني بنقترح ان هو الدفع يبقى في موسم، لان الفلاح مش موظف مش هيدفع كل شهر. الفلاح عنده مثلا عروتين في السنه على الاقل، مثلا ممكن يدفع كل 6 اشهر او كل سنه يدفع القسط التاميني بتاعه. طيب عظيم، بما ان حضرتك بتقول ان الدراسه لسه مستمره لهذه المبادره، حضرتك صوت الفلاحين بقى لازم تتكلم طبعا نيابه عنهم. بالنسبه للمستاجرين كمان، يعني يا ريت يكونوا هم كمان مشمولين بهذه المبادره، مش فقط من يملكون الحيازات الزراعيه. تمام، لانه برضو المستاجر ده برضو يعتبر من اولى بالرعايه، لانه لو كان معاه فلوس اكيد كان بقى من الملاك. تمام، دي فرصه عظيمه جدا. احنا كمان ما بنقولش للفلاحين فقط، لان احنا كمان بنطالب لكل منتج زراعي، سواء حتى الناس بتوع الدواجن او بتوع الحظائر المواشي او بتوع الاسماك ينضموا للمبادره دي. المبادره دي مبادره عظيمه وفيها تكريم حتى لذات الفلاح نفسه، لانه هيدفع بنفسه او المزارع، والدوله هتدعم زياده. وده تفكير صحي جدا من الدوله المصريه واتجاه في الفتره الراهنه لتكريم كل المصريين، وخاصه الاولى بالرعايه واللي سنهم كبروا واللي يحتاجوا الرعايه فعليا، على اساس الدوله تعتبر دلوقتي بيت الكل. وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ابو الكل، فهو طبعا بيمد ايده لكل من يحتاج الرعايه في مصر. طيب استاذ حسين، مساله بقى الجمعيات الزراعيه ودورها في المبادره، هل في دور توعوي؟ هل مثلا الفلاحين بيلجأوا للجمعيات الزراعيه علشان يعني يكونوا مشمولين بهذه المبادره؟ الحقيقه طبعا ان موضوع الجمعيات الزراعيه والاتحادات والنقابات والاحزاب حتى والوزاره لازم تقوم بدور توعيه كبير جدا في الموضوع ده، لان الفلاح طبعا من عاداته والتقاليد هو ما تعودش ان هو يدفع فلوس عشان ياخدها مره واحده. الموظف بيتقطع من مرتبه على طول، لكن الفلاح دي حاجه جديده عليه، فلازم توعيه مستمره. ويعني انا بشكركم كبرنامج مصر كبير جدا بيلقي الضوء على هذه المبادره، وبطالب كل الاعلام ان هو برضه يوعي، لان التوعيه دلوقتي بقت عن طريق الاعلام، لانه صعب دلوقتي الارشاد والتوعيه عن طريق الارشاد المترجل زي زمان.
فهو طبعا الناس كلها دلوقتي بتاخد معلوماتها من التلفزيون. واحنا معاك وحاج حسين، بس قول لي، بما انك بتقول ان الاعلام عليه دور برضو، عايزين نعرف الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، هل هيكون في اوراق هيتقدموا بيها، ولا لمجرد ان هم موجودين وعندهم حيازاتهم فبالتاكيد مسجلين في الجمعيات الزراعيه فمش محتاجين ان هم يقدموا ورق؟ الحقيقه طبعا زي ما قلت حضرتك المبادره قيد الدراسه، وطبعا زي ما تقول الحكومه، لكن هو كل فلاح دلوقتي حتى الان لسه كل بياناته موجوده في الجمعيه الزراعيه، ما عليه اللي هو دلوقتي هيطالبه مثلا انت عايز تشترك في المعاش ده هتدفع قد كده، مثلا لو كان 6 أشهر او سنوي او شهري زي ما تقرر الحكومه. وبالتاكيد طبعا هيكون في شروط عشان نحدد مين هو الفلاح الاولى بالرعايه ومين هو اللي مش محتاج ان هو يدخل في هذه المبادرة. الحاج حسين أبو صدام نقيب العام للفلاحين، شكرا جزيلا لك. نروح مع حضراتكم ومطروح، وبدأت هناك بشاير حصاد موسم الزيتون، وده من أهم المحاصيل اللي طبعا بتشتهر بيها المحافظة، خاصة واحد سيوة اللي فيها أجود أنواع الزيتون، وكمان يعني بتعمل قيمة مضافة من خلال إنتاج عصير الزيتون. ويتراوح إنتاج الطن ما بين 110 و150 كيلو من زيت الزيتون. معنا على التليفون المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح الخير يا استاذ محمد، وصباح الخير على كل مزارعي مصر وعلى مشاهدي برنامج صباح الخير يا مصر. يا اهلا بحضرتك، اخبار طرح السنه دي ايه؟ والله يا فندم، هي الاول محافظه مطروح هي محافظه بتعتمد على مياه الامطار في الزراعه، بتمثل حوالي 14% من مساحه مصر الاجماليه بطول حوالي 500 كيلو على الساحل الشمالي الغربي، وبتمتد جنوبا حوالي 300 كيلو. محافظة مطروح بتمتاز بنوعين من الزراعات المهمة جدا بالنسبة للمزارعين، هو الزيتون والتين، وبالنسبة لواحد سيوة هو النخيل والزيتون. يمثل الزيتون حوالي 35,000 فدان مزروعين في محافظة مطروح، ويعتبر هو المحصول الرئيسي بالنسبة للمحافظة. وهذا العام حصل تغيرات مناخية أدت إلى تقليل أو قلة في الإنتاج الناتج من هذه المزروعات نتيجة للتغيرات المناخية اللي حدثت هذا العام، وهي تغيرات مناخية سريعة وحادة أدت إلى انخفاض المحصول هذا العام، فيعني حوالي الربع قل هذا العام عن الأعوام السابقة. طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن يعني الوسائل التحفيزية للفلاحين علشان نستثمر أكتر في المحصول، وخصوصا مع الظروف اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها السنة دي في المحصول. هو فندم عندنا مديرية الزراعة، وطبعا احنا بتكليفات من فخامة الرئيس ان هو دايما ومعالي وزير الزراعة ان احنا دايما نقف بجانب المزارعين، ودايما بنحثهم على اتباع واتخاذ الاساليب السليمة لتفادي هذه التغيرات المناخية الحادة.
فاحنا من خلال مديريه الزراعه بنقوم بعمليه الارشاد الزراعي والتوعيه لتجنب هذه الاضرار حتى يتم الحفاظ على المحصول. وايضا يعني احنا عملنا حاجه حلوه جدا مع وزاره التموين والتجاره، ان احنا عملنا حاجه اسمها المؤشر الجغرافي. المؤشر الجغرافي ده بيدي ميزه تنافسيه لمحصول التين والزيتون وعنب براني، بيديله ميزه ان هو يقدر يسوقه خارجيا. بيقول ان المنتج ده منتج خالي من اي مواد كيميائيه او مبيدات، وذلك بيتم عن طريق متابعه المحصول نفسه من خلال الارشاد الزراعي الموجود بالمديريه ومن المكافحه ومن البساتين الموجوده بالمديريه. واخيرا بيختتم بالتحليل الكيميائي للمنتج النهائي حتى نستطيع ان نقول ان هذا المنتج هو منتج عضوي، فبالتالي يستطيع ان ياخذ هذه الشهاده وهي شهاده المؤشر الجغرافي، ويستطيع ان يصدر من خلالها هذا المحصول. طيب باشمهندس احمد، يعني بتوفر لهم مثلا عصارات للزيتون او ماكينات لتصنيع مشتقات الزيتون عشان تسهل عليهم المساله ولا ايه؟ احنا فندم عندنا في الارشاد الزراعي في معصره خاصه بمديريه الزراعه، هي معصره بتخدم المزارعين. احنا السنه دي الحمد لله شغالين عصر للمزارعين، وصلنا لحوالي 120 طن. وايضا مركز بحوث الصحراء عندنا فيه معاصر اليه وحديثه برضه بتخدم المزارعين وبتخفيض عن الاسواق وعن الخارج، وتوجد ايضا معاصر بلديه ومعاصر خاصه بالمواطنين. كل هذه خدمات بتقدم الى المزارعين الموجودين في محافظه مطروح. طيب باشمهندس عايز اسال سؤال، هل كل انواع الزيتون ينفع يتم استخلاص منها زيت؟ وطن الزيتون ممكن يطلع قد ايه زيت، ولا برضه على حسب نوع الزيتون؟ هو حضرتك اي ثمر الزيتون بتطلع زيت، ولكن في انواع من الزيتون هي زيتون بيبقى متعدد الاغراض. يعني مثلا في عندنا زيتون المنزلين اللي هو ده متعدد الاغراض، عندنا في اللي هو ممكن يبقى تخليل وعصر، في عندنا البيكوال اللي هو ده عصر زيت. وانضف ثمره وهي ثمره الزيتون بالنسبه للبيكوال بتعطي حوالي 100 كيلو و150 كيلو لعصير في الطن. فبيختلف الانتاج حسب المنتج وحسب النوعيه وحسب المعاملات اللي بياخدها وحسب برضو ميعاد الجمع، كل ده بيؤثر في النهايه على جوده العصير وعلى كمياته. عظيم. طيب اسال حضرتك يا باشمهندس عن الاسعار، بتتراوح ما بين كام لكام؟ وانا عارفه انه في كذا نوع. هو فندم سعر الزيت كل واحد، ما فيش حاجه عندنا انواع في يعني مش سعر محدد لكل نوع. احنا عندنا المزارع يعني بيبقى عامل مزرعته عبارة عن نوع أو نوعين بكثير، وبيجمعهم مع بعض ويتم العصر كلهم ويطلع نوع واحد من الزيت. فالأسعار السنة دي هتختلف عن العام اللي فات، يعني السنة اللي فاتت كانت 80 جنيه، السنة دي هيبقى حوالي 120 جنيه لكيلو الزيت. طب وكيلو الزيتون؟ لا، كيلو الزيتون ده المخلي الحوالي بيختلف برضو، عندنا في 15 في 20 في 25، في عندنا أنواع رائعة يعني بتبقى عالية شوية زي الأسباني وزي الكلاماتا، ده بيوصل ل 40 جنيه و 35 جنيه الكيلو. لكن منطقي ان هو يزيد لانه الانتاجيه، وكمان عشان حضرتك قلت في البدايه انه الانتاجيه قلت. والانتاجيه قلت، ده برضه هيدي لرفع الاسعار هذا العام. عظيم. هل عمر الشجره بيفرق في الانتاجيه؟ طبعا، يعني احنا عندنا بيبدا الانتاج من العمر من السنه الرابعه، بس بيبقى انتاج صغير، كل ما الشجره كبرت في العمر بتدي انتاجيه اكبر بتحمل اكتر، بس برضه بيجي وقت معين في الاثمار بيحصل عليه التريح او وزارات المعاومه بتخف الشجره من الانتاج. يعني هي دي برضو ايه، دي معلومه برضو ثانيه، ان ممكن الشجره في يجي الوقت كده السنه تريح، بيسموها انها بتريح، بيسموها وزارات المعاومه، ودي بتقل الانتاج فيها برضو. تمام. طب يا باشمهندس، هل في جانب تصديري مع مساله انه السنه دي المحصول اقل من السنه اللي فاتت بسبب الازمه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها، ولا ايه يعني ابرز الدول اللي هنصدر لها اذا كان في تصدير السنه دي؟ هو فندم التصدير بيتم عن طريق تعاقدات مع المزارعين نفسهم، كبار المزارعين بيتم التصدير مثلا عن طريق ليبيا، بنودي تونس، بنودي اسبانيا، بس احنا في عندنا ناس بتاخد منهم الزيوت، بيبقوا مصدرين كبار، بيبقوا يتعاقدوا مع المزارعين وبياخدوا المنتج بتاعهم ويصدروه الفائض عن حاجتهم، لان السوق المحلي بيستوعب الكميه كلها في مرسى مطروح. سيادتك عارفه ان مرسى مطروح هي محافظه سياحيه، وفي الصيف عندنا بيئه المصطفين، فكلهم بيقبلوا على زيت الزيتون المطروحي، ويعني بيقدر المزارع ان هو يسوق كافه منتجاته الزراعيه
في فصل الصيف يعني لجودته ولثقة المصطفين والزائرين لمحافظة مطروح في فصل الصيف لمنتج مطروح، لأن منتج خالي من أي مواد كيميائية أو من مبيدات فبيقبلوا عليه، فبالتالي السوق المحلي بيستوعب كافة المنتج المطروح. طيب اخبار العصر على البارد ايه بقى يا باشمهندس؟ عشان الناس بتقول العصر على البارد ده احسن من كله عصر على البارد يعني كله عصر على البارد. كلمه على البارد دي كلمه دارجه، وطبعا العصر على البارد هي عباره عن حديث دلوقتي كله نكت حديث بالطرد المركزي، ما بنحتاجش نحن نسخن، هو كله عصر على البارد، يخش المنتج من بدايه من الغسيل عشان بعض الناس يا باشمهندس وهي بتبيع زيت الزيتون يقول لك لا ده غالي شويه عشان ده عصر على البارد، انما كله عصر على البارد. هي المقوله كلها يعني ايه واحده، هي الزيت كله عصر على البارد، ما فيش حاجه اسمها تسخين اصلا. عظيم. لكن هو في مزارع بلديه وفي مزارع حديثه. المزارع البلديه اللي هي بتتم عن طريق حضر اللي هو بيتم نشر الزيتون الاول في الهواء الطلق وحتى يتم تكثيف الرطوبه منه، اعتقادا من المزارع ان هو كده هيزود نسبه الزيت، ولكن هو كده بيعرضه للتلوث ونسبه الحموضه فيه بتعلى. ده اللي هو الحضر القديم، لكن حاليا كلها مكان طرد مركزي حديث بيتم استخلاص الزيت منه وفلترته على اعلى مستوى. كل الشكر لحضرتك الباشمهندس. شكرا يا فندم، وبوجه التحيه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بمزارعي مصر وعلى النهضه الزراعيه اللي تمت في جمهوريه مصر العربيه. وصباح الخير عليك يا فندم وعلى صباح الفل على حضرتك. الف شكر ليك يا فندم الباشمهندس احمد يوسف وكيل وزاره الزراعه بمطروح، شكرا جزيلا ليك. دلوقتي مشاهدينا معادنا مع فاصل، هنرجع من بعد نكمل فقرات صباح الخير يا مصر، خليكم دايما معانا. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. اهلا بيك يا هدير، اهلا بيك. مفكرك طبعا بسؤال حلقتنا النهارده، سؤال حلقتنا بيقول من وسط زملاء العمل ايه الصفه اللي تخليك تختار حد انه يكون صاحب ليك في الشغل؟ دلوقتي ناخد مجموعه من الاجابات اللي جات لنا. سيد يونس بيقول اسعد الله صباحكم بكل خير، في الحقيقه التواجد للزملاء في العمل يصب في النهايه في مصلحه العمل، ولكن ان اصبح الزملاء اصدقاء بيكون العمل هو بمثابه بيت للعيله اللي الكل بيحبه، ولكن تظل الالفه والمحبه وتودد قلوب تحب بعضها البعض لله وفي الله، واكثرهم تودد بالنسبه لي ذو الوجه البشوش طبعا واللي بحسه انه اخ قبل ما يكون زميل في العمل. تحياتي لكل الزملاء اللي مش هشوفهم يوم الاجازه، كل التحيه ليهم طبعا لانهم مقصرين في الراجل، الراجل قاعد في اجازته ونفسه ان هو يشوف زملائه في الشغل طبعا. بيتكلم عن اصدقائه في العمل. طيب استاذ احمد مطوع بيقول اهم حاجه يكون جدع وابن ناس وصادق معايا في معاملته، هو لو في الثلاث حاجات دول يعني كفايه جدا الحقيقه. هتاخده وانت مروح كمان. في كريم المصري بيقول اجمل صفه في صديقي الاخلاق الحسنه ووقوفه جنبي وقت الحاجه والصديق والصدق والامانه، فاذا رزقت خليقه محموده فقد اصطفاك مقسم الارزاق. الله. طيب استاذ احمد محمود ناصف بيقول صباح السعاده، المحبه اصل كل شيء. ابو فهد بيقول اهم حاجه الاحترام المتبادل. طيب شاذلي بما اني زميلتك في العمل، ايه الصفه اللي انت شايف انها يعني كويسه كده فيا؟ عشان انت كنت بتقول قبل كده الكيك. ايوه تعترف بقى قدام الناس. الكيك يا جماعه بتعمل كيك حلوه. طيب منتهى الامان. الحمد لله بمنتهى الامان. انا قلت في مره فعلا الكيك اللي بتعمله وحش، بس مش عايز ابقى كذاب. ودي اهم حاجه بالنسبه لك، بس يفطرك وانا اعمل كيك كده شغل بالنسبه لك تمام. انا هاجي كل يوم. طيب هنروح مع حضراتكم للعاصمه الاداريه الجديده، وباقي ايام قليله والحكومه تنتقل هناك بشكل تجريبي، وده وفقا لتوجيهات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي كمان انهاء الاستعدادات الحكوميه للانتقال في اول ديسمبر اللي جاي. بخطوات جادة تدخل الدولة المصرية عهد الجمهورية الجديدة مع بدء نقل الحكومة للعاصمة الإدارية، وحيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 أشهر، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي. وخلال الاجتماع الحكومي
تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الأحياء السكنية ومنشآت الوزارات بالحي الحكومي البالغ عددها 34 منشأة، بالإضافة إلى مبنى مديرية أمن العاصمة ومبنى الإدارة والتشغيل ومباني السنترال، فضلاً عن حي المال والأعمال ومدينة المعرفة والمحطة المركزية للحافلات ومركز مصر الثقافي الإسلامي، وكذلك منشآت الحي الدبلوماسي وبوابات العاصمة ومساجد الشهداء، وأيضاً النصب التذكاري وساحة الشعب وصار العلم وحديقة الشعب ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية. كما تم الاتفاق على عدد من النقاط التي تخص تشغيل التيار الكهربائي المؤمن بالحي الحكومي، وأيضاً تم التوافق على نظام تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة الإدارية ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المحاور والطرق وموقف شركات تشغيل وإدارة المرافق. وقد أنشئت جميع المباني بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة وفق أحدث النظم العلمية والتكنولوجية، كما تم إنشاء 15,000 وحدة في مدينة بدر للموظفين. ويعد مجلس النواب أحد أبرز المباني الجديدة بالحي الحكومي، حيث تبلغ مساحة البرلمان الجديد 19 فداناً. نروح مع حضراتكم لقرية الفواخير التي تنبض بالحياة وتشرق بها شمس النجاح التي طال انتظارها كثيرا لتؤكد بوجود أرقى الفنون وأعظم الحرف التي تقوم بصناعة أجمل الجواهر الطينية. زميلتنا جرمين إبراهيم عملت لنا هذا التقرير، خلينا نروح نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. صباح الخير عليكم في كل مكان. احنا موجودين في منطقة الفسطاط في مصر القديمة، بالتحديد في قرية مشهورة بحرفة من أقدم وأهم الحرف اللي خلدت الحضارة المصرية القديمة، وهي فن تحويل الطين لجواهر وتحف فنية بتحكي قصة التاريخ. احنا موجودين معاكم النهاردة في قرية الفواخير. تعتبر من أقدم الحرف اليدوية على مستوى العصور، بمعنى أنها من أيام قدماء المصريين. لو اتفرجنا على المعابد هنلاقي أن بعض الأطعمة وأماكن الأطعمة بتخص في الفواخير اللي موجودة على جدران المعابد. حاجة التانية والأهم من ده كله أن احنا لازم نأدي التحية لكل من هو بيعمل في هذه الحرفة، نظراً لأنها تعتبر فعلاً يعتبروا جواهرجية الطين، بيشكلوا من الطين كل ما هو جديد، كل ما هو غالي. المهنة ديت بما ان الناس بيحبوها وبتاع، فبتبص يعني بتلاقي ان الاهل بيحب دايما يورث ابنائه نفس الحرفة، بيعلمه من الصغر ان هو ازاي يمشي على خطاه. هنا المختلف ان هو بيبدأ اول مرحله بيبدأ اهتمام جدا بالطين، ما بيستخدم طين خام نظيف جدا، الكواليتي بتاعته عالية جدا. يعني المادة الطلاء دي هي مادة أصلا صحية عشان أقدر إن أنا أستخدم الإناء ده أو الشكل ده في الأكل. المنتج بيبتدي من أول ما بتجي لنا البودرة، البودرة دي الطينة بتيجي في شكاير، طينة أسوال بتيجي حضرتك في شكاير وتتجاب هنا تتنقع في الحوض، تطلع من الحوض في عامل بيقعد يدوس فيها لغاية ما تاخد المكان اللي احنا نعرف نشتغلها فيها. بعد كده بتيجي بقى للصانع اللي هو ايه اللي هيطلع الحته قدامك، اي بقى حته تطلب منه يطلعها من الطين. يعني هنا عندنا حوالي 152 ورشه، كل واحد زي ما قلنا كده بيبقى عنده الصنايعيه المتميزين اللي بيطلعوا احسن المنتجات بتاعتهم باحسن الاسعار. زي ما انا شايفه في هنا اوان الطهي بصراحه ممتازه، كل اللي شايفه الطواجن، شايفه اطقم بتاعه المطبخ، الحاجات بتاعه الخاصه بالشاي وهكذا، الاصاري بتاعه الزرع شايفاها تميز بجد، انا عمري ما شفت اشكال احلى من كده. يعني
نروح مع حضراتكم وموضوع تاني وموضوع مهم جدا بالنسبة لكل الأسر المصرية، مسألة التربية داخل المدارس. ويمكن يعني كلنا تربينا جوه المدارس زي ما كنا بنتربى جوه البيوت، وده شيء مهم جدا ان احنا نهتم بالأخلاق مش بس التعليم جوه المدارس. الحقيقة انه في مبادرة مهمة كانت من كام يوم، في كمان يعني فيديو ليها كان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمدرس في احدى مدارس محافظة مطروح وهو بيشرح للطلبة مسابقة اسمها كروت الأخلاق. ايه هي المسابقة دي؟ الطالب ببساطة اللي هيلتزم بالصفات والأخلاق الحميدة أثناء الحصة هيحصل على كارت الأخلاق. وفي آخر الأسبوع الطلبة اللي معاهم عدد كروت أكبر، كروت أخلاق، هياخدوا جوائز. خلينا نعرف التفاصيل أكتر من الأستاذ عبد الوهاب عبد الخالق، أخصائي اجتماعي بمدرسة عادل الصفتي 2 بمطروح وصاحب المبادرة. صباح الخير عليك يا فندم، ويعني قول لي كده في الأول توقعت إيه وأنت بتعمل المبادرة دي، وتوقعت إزاي الطلاب يستقبلوها، ولما الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الكبير ده إيه كانت يعني ردود الأفعال حوالين الموضوع؟ يا صباح الفل عليكم وعلى مصر كلها، وصباح الخير يا استاذه هدير، صباح الخير يا استاذ محمد، صباح النور يا فندم، منورنا. وانا مبسوط معاكم، مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. حضرتك اللي منورنا والله، يا اهلا بيك. الله يكرم حضرتك. اولا احنا كروت الاخلاق ديت فكره بقى لنا 3 سنين مطبقينها في المدرسه، حتى المدارس السابقه اللي كنت موجود فيها. الهدف منها تشجيع الصغار الحلوين دول على ان هو يلتزم بايه. هي ورقه يعني كارت بنسلمه للمعلمين في الطابور للمعلمين، وهم بالتالي بدورهم بيسلموه خلال الحصه في نهايه كل حصه. طبعا بوعد ان الطالب اللي هيلتزم يكون مؤدب في نهايه الحصه بياخد الكارت ده، هو كارت واحد كل حصه عشان ما يبقاش الموضوع زياده ويفقد قيمته. يعني كل المدرسين بيسلموا مننا الكروت اللي هي كروت الاخلاق ديت ويسلموها للطلبه، وفي نهايه الاسبوع نفضل اسبوع كامل، نهاية الأسبوع بنقول في الطابور زي ما حضرتك شايف كده، اللي معاه كروت 5 كروت 10 كروت أعلى كروت يجي يستلم هدية. طيب اللي معاه كارت واحد بيجي يستلم شوكولاتة. فكون الطالب بيطلع قدام زمايله في الطابور وياخد حتى لو كانت شوكولاتة وسعرها بسيط طبعا، يبقى فرحان وفخور جدا جدا أمام زمايله. فرحان وفخور وأنت بتشجعه كمان لأنه المرة الجاية يكون معاه كارتين و3 كروت. نعم مظبوط كده. طيب بالعكس اللي ما بياخدش كارت ده بيبقى يعني نفسه ومنى عينه ياخد كارت، بيجيني وبيروح للمديره وبيقول لها معلش ادوني كارت طب والنبي. طيب. عشان خاطري. فاحنا بنحاول قدر الامكان ان نخليها ضيقه شويه ما نبقاش كتيره. الجوائز عباره عن ايه يا استاذ عبد الوهاب؟ لا ده جوائز بسيطه جدا يعني مش مشكله يعني تبقى قيمتها يعني يكفي الغرض منها. نعم كون انه يطلع بس قدام زمايله كده حتى لو هنسلم عليه ويدخل تاني ممتاز بالنسبه له، هو كده مبسوط. تكريم ليه. تكريم ليه؟ لكن هي قلم رصاصه، قلم جاف، هديه بسيطه جدا جدا يعني. طب حضرتك شايف انه بعد المبادره الوضع اختلف؟ يعني الطلبه مستجيبين لده؟ الطلبه متاثرين بمساله كروت الاخلاق؟ جدا جدا، ده لدرجه ان المعلمين بيطلبوا مني ان هم يطبعوا الكروت دي على حسابهم علشان يزودوها اكتر. وما زلت انا والمديره الاستاذه تيسير دهيم ام الشهيد، هي مديره المدرسه اللي حضرتك شايفينها ورا ديت، هي اللي بتدعمني في كل حاجه في المدرسه. ما زلنا بنقول خلينا يا جماعه الكروت دي تبقى برضو عددها بسيط مش كتير، عزيزه على اساس ان هي ما تفقدش معناها في المدرسه. طيب حضرتك بتقول بقالكم 3 سنين، الفكره جات لكم منين اصلا؟ والله انا جايبها من الخارج، من بره. بره فيه اهتمام بالسلوكيات والمبادرات الجديده والجميله اللي منها بطاقات الاخلاق والشيكات السلوكيه. عظيم. حضرتك موجود في يعني المدرسه دي بقالك 3 سنين ولا 3 سنين بتطبق المبادره دي في مدارس مختلفه؟ نعم في مدارس مختلفه، مش المدرسه دي بس، اي مدرسه بروحها بطبق فيها نفس المبادره دي ومبادرات ثانيه كمان. حتى المشرفين لما بيجوا لنا بسلم المشرف نفسه اللي هو من خارج المدرسه بطاقات وشيكات سلوكيه، بحيث ان هو اولا لما يمر على المدرسه يبقى دوره زي المعلم، وفي نفس الوقت بياخد نسخ منها يوزعها على المدارس الثانيه بحيث يطبق عندهم الفكره. عظيم. طيب حتى في الطابور حضرتك لو شايف ان احنا بنطلع طالب نظيف قبل ما يعني ده يوميا، طالب نظيف ده يوميا. كل يعني مثلا بنختار مدرسين او 3 في الطابور ونقول استاذ فلان مثلا طلع افضل طالب عندك
شكلا ومضمونا، ان هو يكون نظيف مسرح شعره قصير، بندمه كويس ونكرمه زي ما حضرتك شايفه بالظبط، بنكرمه. طيب استاذ عبد الوهاب، عايزه كمان اسال حضرتك عن الاسر بقى، لانه احنا ما بنصدق انه يكون المدرسه ليها دور تفاعلي كبير ومهم، وخصوصا في مساله الاخلاق. الاسر متفاعله ازاي مع المبادره؟ هقول لحضرتك متفاعله ازاي. اولا يعني انا ما كان نفسي ما اقولش الكلام ده، بس هضطر ان انا اقول. الاولياء الامور بيقولوا ربنا يجزاك الف خير يا استاذ عبد الوهاب على المبادره دي، لان الطلبه بداوا يلتزموا. اللي هو مش مهتم بهدومه وملابسه بيهتم، اللي مش مهتم ان هو يبقى مطيع للمعلم او انه يسكت في الفصل او انه كده، بدا يبقى يتغير، يبقى افضل، يحاول احسن. حضرتك بتقول ان في كمان مبادرات تانية غير دي؟ في حضرتك تحبه تاني ولا كفايه كده؟ لا اتفضل طبعا، عايزين نعرف. هو احنا دايما بنتكلم ان احنا عايزين المجتمع تسود مره اخرى الاخلاق، فاعتقد ان دي حاجه مهمه جدا عشان نرجع مره تانية ان يكون في اخلاق، يكون في تراحم ما بين الناس، لان دول النشء اللي هيكبروا هم هيكونوا هم المسكين كل حاجه. نعم. احنا في عندنا مبادره خياطه الملابس اللي هي المقطعه للطلاب في المدرسه واثناء المدرسه، موجوده مكنه خياطه عندنا في المدرسه. والطالب اللي هدومه مثلا عنده هدوم اتقطعت في المدرسه او مقطوعه في البيت بيجيبها لنا، وبرده بنخيطها له في المدرسه. يعني احنا مش مدرسه، احنا اسره مع الطلاب، اسره مع الموجودين. وطبعا ده كله بتشجيع من الاستاذه الفاضله استاذه مدير المدرسه الاستاذه تيسير دهيم. طيب استاذ عبد الوهاب، حضرتك شايف الفئه العمريه اللي يبقى سهل ان احنا نقدم لهم مساله يعني الحفاظ على الاخلاق واهميه الاخلاق، وانه الدراسه مش بس تعليم ويعني نحشي الدماغ بمعلومات بس، لكن كمان الاخلاق مهمه. الفئه العمريه المفروض نبتدي فيها، هل من سن الحضانه مثلا، هل يعني المرحله الابتدائيه؟ وكمان عايزه اسال حضرتك، هل في تواصل مع وزاره التربيه والتعليم علشان بعد نجاح هذه الفكره يتم تعميمها في مختلف المدارس على مستوى على مستوى الجمهوريه؟ هي الفئه دي اللي مقصود بيها الاخلاق، الفئه اللي هي العمريه بتاعه الابتدائي من سن اولى ابتدائي او الحضانه كمان لحد سنه سته، هي دي الفئه اللي فيها تاسيس الاخلاق، وهي دي الافكار البسيطه اللي بتاثر مع النشء الصغير ده. لكن احنا لو هنطبق مثلا كروت الاخلاق دي في المرحله الثانويه محدش هيهتم بالموضوع اصلا، لكن هم دول اللي هيموتوا نفسهم عشان ياخدوا كارت، وده اللي هيموت نفسه عشان يطلع عيني وسط زمايله ويستلم شوكولاته او يسلم على المدير او مثلا يقولوا ان ده انضف طالب في المدرسه النهارده، وازاي ما شاء الله الاسره عندهم مسرحه له ومنظفه له هدومه وجاي ممتاز ومؤدب. هي دي الفئه المضمونه بالنسبه هي دي النتيجه المرجوه كمان يا استاذ عبد الوهاب. نعم. يعني انا اصلا اخصائي اجتماعي مرحله اعداديه، لكن انا حابب الشغل مع المرحله الصغيره دول اللي هم الاطفال. طبعا سن مختلف. نعم. وما شاء الله عليهم الاستجابه على طول سريعه وفوريه. طيب لما لقيت الفيديو بقى انتشر بهذا الشكل على مواقع التواصل الاجتماعي، احساسك كان ايه؟ والله انا انبسطت اكتر باللي انا بعمله في المدرسه اكتر من ان هو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. على اساس ان هو انا من زمان بطبق الموضوع ده، يعني الهدف منه ان انا بكون سعيد جدا لما اشوف اللي حضرتك بتشوفه ده، واشوف الاولاد حتى في الشارع اولياء الامور لما يقولوا لي متشكرين على اللي بتعمله مع الاولاد وربنا يجزاك خير، وهم الاولاد نفسهم هيحبوك كمان يا استاذ عبد الوهاب، وبره المدرسه كمان هيشوفوك هيكونوا حريصين ان هم يسلموا عليك. نعم. خصوصا يمكن يا استاذ عبد الوهاب واحنا بقينا مفتقدين دور الاخصائي الاجتماعي جوه المدارس، فمساله انه نشوف دور ايجابي وفعال بين الولاد في المدارس من قبل الاخصائي الاجتماعي حاجه غايه في الاهميه الحقيقه، واعتقد انها تمس كل اسره مصريه من الدرجه الاولى، لانه بيبقى في اطفال كتير عندهم مشاكل محتاجين حد يسمعهم، والحد ده يكون غير الام والاب، ولما يكون الاخصائي الاجتماعي بالظبط. يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى تطبيق الفكره في مدارس ثانيه وتشجيع النشء على المحافظه على الاخلاق، وان احنا نرجع للاخلاق اللي دايما هي مصدر كل شيء كويس في المجتمع. الاستاذ عبد الوهاب عبد الخالق اخصائي اجتماعي بمدرسه عادل الصفتي 2، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. دلوقتي مشاهدينا هنروح لموجز لاهم واخر الاخبار مع ليندا، اتفضلي يا ليندا. شكرا هدير. 9 بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق كافة تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية. وخلال لقائه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات، فضلا عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم النتائج مشروع تنمية الأسرة المصرية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية. وخلال لقائه رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني. وقال متحدث الرئاسة إن الاجتماع شهد عرض مجمل نشاط صندوق مصر السيادي خلال الفترة الماضية، وذلك من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية. وخلال الاجتماع تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات وعلى رأسها الاستثمار العقاري، كما اطلع الرئيس السيسي على نشاط الصندوق في عدد من القطاعات الأخرى. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 763 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 281,325 حالة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس، مشيرة إلى وفاة 57 حالة جديدة. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عزم لبنان على معالجة ملف العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وفق القواعد السليمة. وفي كلمة له شدد ميقاتي على أن الحكومة لن تترك هذا الملف عرضة للمغالطة السياسية، مشيرا إلى أنها ستسعى لإعادة العلاقة اللبنانية العربية والخليجية على وجه الخصوص إلى طبيعتها. تعهد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالالتزام والمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة. جاء ذلك خلال استقبال البرهان لاتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث اتفق الطرفان خلال الاتصال على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة. كشفت الخارجية الأوغندية عن دعوة الرئيس يويري موسيفني إلى عقد اجتماع لزعماء دول تكتل شرق إفريقيا في 16 من نوفمبر الجاري لبحث الصراع في إثيوبيا. هذا وتتواصل المعارك بين القوات الحكومية وقوات إقليم تيغراي الشمالية. كانت أديس أبابا قد أعلنت حالة الطوارئ الثلاثاء الماضي مع احتدام المعارك في إقليم تيغراي وإعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عزمها الزحف نحو العاصمة أديس أبابا. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. دلوقتي نروح ناخدكم في جولة في الملاعب الرياضية. طبعا النهاردة لقاء القمة 123 بين الأهلي والزمالك، وإحنا في الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز، ويمكن كنا بنقول أنه أول مرة يلعبوا بدري في الدوري ولسه محدش حاسم أموره ونقاطه في الدوري. والمرة دي كمان تحكيم مصري وحضور جماهيري، بقى لنا فترة مفيش جماهير. خلينا بقى نتكلم عن تفاصيل التشكيل المتوقع. الناس حديث عن نزول الشناوي، ممكن استبعاد كهربا، لسه هنعرف التفاصيل. شيكابالا كمان مش موجود مع الزمالك، وخطة كل مدرب ومين أقرب النهاردة
كارتيرون ولا موسيماني. خلينا نعرف كل التفاصيل من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الاستاذ محمد عفيفي الناقد الرواه المعلق الرياضي. صباح الخير عليك. صباح الخير هدير هانم. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير يا مصر اينما كانوا. طبعا شايف ايه الموضوع النهارده والزمالك متصدر النسخه اللي فاتت من الدوري وعنده حاله من الاستقرار كده، الاوراق اللي هيلعب بيها الزمالك النهارده قصاد الاهلي، هل النزعه الهجوميه اللي هم يعني ماشيين بيها بقالهم فتره، موسيماني هيلعب ازاي، يعني احنا بقى مستنيين نعرف منك التفاصيل. هي اجواء بشكل عام بالنسبه للقمه كالعاده بالنسبه للدوري. السيزون اللي فات كانت برضو مباراه جايه مبكره في الاسبوع الرابع لو نتذكر، اجلت لكن المباراتين لعب في وسط الدوري وقريبين من بعض، علشان كده الزمالك قدر ان هو يحسم اللقب رغم انه خسر مباراه وتعادل مباراه امام النادي الاهلي. الاهلي كسب، يعني كسب 4 نقاط من 6 نقاط، ولكن في الاخير قدر ان هو او ما قدرش ان هو يفوز باللقب. الزمالك هو اللي قدر يفوز باللقب الدوري. لما بتيجي من بدري بتدي حاله من الثقه ان انا فزت، ولكن ما تديش ايحاءات بانه هل اللقب عندي ولا لا. بالظبط، لانه كمان فرق الدوري في هذا الموسم كلها قريبه من بعض. وفي فرق كمان لما تخش في الانسجام زي فريق فاركو او فيوتشر او الانديه الموجوده بشكل عام، الانديه اللي داخله بتقولها بيراميدز طبعا، المصري لو في حالته بعيدا عن المشاكل اللي بتحصل في الامور الخاصه بالانتخابات او كده، لا اعتقد انه في فرق كمان هتاثر في شكل المنافسه في الفتره القادمه. لكن مباراه لكن على وجه التحديد الاهلي والزمالك، يعني يمكن في فرق عندها ممكن اخسر الدوري لكن اكسب المباراه. بالنسبه لجمهور الاهلي وجمهور الزمالك يقول لك لا انا عايز اكسب البطوله. جمهور الزمالك بالنسبه له كان فرحان جدا انه عاد باللقب ال 13 في مسيرته الاحترافيه مع الكره المصريه في الدوري الموسم الماضي، وما هموش انه خسر من الاهلي مباراه وتعادل مباراه. الفكره في اللقب، مين هيجيب اللقب. لكن مباراه طبعا مباراه مؤثره بشكل كبير. حلو انه الرابطه الجديده رابطه الانديه المحترفه انها تصر على اقامه المباراه في هذا التوقيت. في الغالب كان اتحاد الكره بيأجل في مره في اثنين في ثلاثه كمان قبل تجمع منتخب في الفتره اللي جايه، لكن حلو قوي القرار، حلو التنظيم، امور صغيره بس تبقى تفاصيل كده علشان الرابطه برضو ليها ايد في موضوع الحكام المصريين. هي طبعا بشكل او باخر هي بتاثر دلوقتي على كل هي المديره الاساسيه بالنسبه للكره المصريه دلوقتي، لكن الاتحاد هو مع لجنه الحكام هم اللي بيديروا الامور بالنسبه لاختيارات الحكام. محمد عادل هو الحكم تقريبا، طاقم الحكام اللي حكم مباراه الاسبوع الاول الاهلي والاسماعيلي في استاد برج العرب الاسكندريه هو اللي هيحكم مع الغندور. النهارده في حكم مساعد اضافي هيبقى احتياطي، ودي حاجه زياده شويه لان شفنا في مباراه، اتذكر مباراه الشركه الشرقيه وغزل المحله الحكم المساعد اصيب، وده لو اصيب يبقى فيه كارثه لانه ما ينفعش ان هو يستبدل يعني. فشيء كويس بالنسبه لجنه الحكام. على المستوى الفني هنا في ثغرات وهنا في ثغرات، هنا في مميزات وهنا في مميزات. الاهلي عنده مشكله دفاعيه، الاهلي لو نام منه الماتش ينام معاه، وده حصل امام البنك الاهلي وده حصل في مباريات كتير حتى في المشاركه الافريقيه حتى. نادي الزمالك عنده قوه دفاعيه لكن عنده اخطاء، قوه هجوميه لكن عنده اخطاء دفاعيه. نادي الزمالك عنده مشكله في محمود علاء بشكل صريح كده، محمود علاء ببلدي بلغه كره القدم يتاكل عليه عيش كويس قوي. لو الاهلي قدر ان هو يلعب بطريقه او بنفس طريقه اللعبه اللي لعب بيها قدام الاسماعيلي، هو شادو سترايكر، يعني ما لعبش محمد شريف، ما ابتديش محمد شريف، ميكسيوني، بيرسيتاو. بس النهارده في توقعات كبيره للشكل ده اللي هو انه محمد شريف مهاجم صريح، ويمكن ده الشكل اللي موسيماني معودنا عليه الفتره الاخيره، طريقه دفاعيه بحته، ويعني بنشوف بقى في الاخر زي ما كنا بنشوف قدام البنك الاهلي. لا هو ممكن يامن دفاعه بوجود ثلاثه ديفندرز، ثلاثه نص ملعب، انه حمدي فتحي يلعب، ديانج يلعب، وعمرو السوليه يلعب. مع التبادلات والادوار اللي هتكون موجوده فيما بين الثلث الدفاعي والثلث الهجومي والمساندات، لانه الاهلي لو فك منه نص الملعب خلاص دفاعه بيحصل او بيقع فيه فجوات. وشفنا في مباراه البنك الاهلي يمكن لما نام الماتش البنك الاهلي لما رفع الريتم الهجومي خلاص بقى قريب جدا من مرمى علي لطفي في هذه المباراه. لكن الاهلي حتى ما كانش عارف يخلص، وعلى فكره قدام نادي الزمالك لو لعب بمحمد شريف اسلوب محروق يعني يعرف يحجمه، لكن لو لعب بالشادو سترايكر او مهاجم وهمي بيتحرك مين مش عارفين مين ملوش ملكه، لا الزمالك في عيوب في دفاع محمود علاء ما يقدرش يتعامل مع الونش بشكل كبير قوي. بس بشكل عام احنا عندنا زمالك مرتاح ومستقر والاهلي اعصابه مشدوده شويه، صح؟ صحيح. طيب يعني مش عارف ممكن اتكلم في حاجات ما حدش قالها وما حدش اتكلم فيها، بس لا الاهلي فيه في في شويه هزات جوه. هو مجلس الاداره هيمشي مع الجمهور، الجمهور بشكل عام مش مرتاح لبيتسو موسيماني عشان نبقى واقعيين.
طب نقول الاصليين السكان الاصليين اللي هم اعضاء مجلس الاداره اللي هم هينتخبوا في نوفمبر الحالي مجلس الاداره الجديد، يريحوا مجلس الاداره ولا ما يريحوش؟ طبيعي ان هو يريحه. فلو النهارده الاهلي خسر مسمار في نعش بيتسو موسيماني بشكل صريح، عشان بس من يعني مش الاول كمان، لا مسمار مسمار مش اول، لا لا مش اول، لانه في شرخ حصل ما بعد اعلان مجلس اداره النادي الاهلي على ما بعد مباراه السوبر انه في تخفيضات في الاموال وعقوبات وهكذا، حتى لو كانت معلنه مش بشكل تنفيذي وممكن يبقى فيه مكافئات تسد الموضوع والكلام ده يعني، بس عشان يبقى فيه تهدئه للاجواء. لكن بشكل عام جمهور الزمالك مش جمهور النادي الاهلي مش مرتاح، والسكان الاصليين مع الأهلي انه بيتسو موسيماني نتائجه يعني ثالث عالم انديه، اثنين كاس افريقيا، دوري ابطال افريقيا، بنتكلم احنا خسرنا الدوري، فليه الجمهور مش راضي عن موسيماني من وجهه نظر؟ شايفين انه لا مش شخصيه النادي الاهلي، مش بيقدم المستوى الفني للنادي الاهلي الكبير، انه لا عنده عيوب فنيه كتيره جدا. فوز ببطولتي افريقيا على فكره كان اي حد لو شلناه وحطينا موسيماني يعني وحطينا مكانه اي مدير فني كان ممكن يكسب البطولتين دول بالمناسبه، كانوا بطولات باستثناء مباراه القرن طبعا دي ليها اجواء مختلفه، لكن عارف يتعامل معاها لانها كانت في اجواء افريقيه والاهلي في افضل حالاته وعنده مجموعه من العناصر مميزه جدا. لكن في جوه وزي ما قلت السكان الاصليين هيرتاحوا هيرتاحوا، لانه مجلس الاداره تحديدا قائمه محمود الخطيب محتاجه دعم الجمعيه العموميه، فانتوا يريحكوا ايه بعد هذه المباراه؟ طيب بيرستاو وميكسوني في مباراة الإسماعيلي كانوا حاجة وفي مباراة البنك الأهلي كانوا حاجة تانية. كيفية التوظيف الإسماعيلي أنا قلتها وأنا بعلق في المباريات، الإسماعيلي أصل البرازيل حطوها في نادي بس مش السنة اللي فاتت ولا السنة دي ومش مقياس بالمناسبة يعني، لأنه الأرسنال على سبيل المثال خسر أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي وعد دلوقتي بيقرب من المراكز الأوروبية في الدوري الإنجليزي، لكن الإسماعيلي لأ. ومع المجلس الجديد أنا مش متفائل عشان نبقى واقعيين برضو بشكل صريح كده. التعامل مع اللاعبين من المجلس الجديد الاستاذ الكومي ومع المدير الفني حتى الكابتن طلعت يوسف والجو ده عمل حاله كده غريبه، ومن قبلها كمان من قبل ما ياتي هذا المجلس برضو في حاله غريبه، فالاسماعيلي مستواه متدني فيتخطف في اول اسبوع وده اللي عمله النادي الاهلي. يعني تقصد ان ده كان مستوى الاسماعيلي ومستوى البنك الاهلي مش مستوى بيرستاو وميكسوني؟ لا مستواهم طبعا، لكن هم استغلوا فرص، لما تلاقي دفاع قدامك مهلهل طرف تاكله الراجل بمهاراته الفرديه خلاص واحده في اثنين في الثالثه لكن البنك الاهلي كان عنده صلابه، كان عنده سكاوتنج كويس بيعرف يلعب مع النادي الاهلي بشكل كويس. النهارده الزمالك هيلعب على ده، فكره انه لو لعبت او هيبقى عنده حلول باتريس كارترو انه لو لعب بشادو سترايكر، لو لعب بهذا الثلاثي بدون مهاجم صريح بدون محمد شريف هيقدر يوقفه؟ هتبقى صعوبه، في صعوبه انه يوقف هجوم النادي الاهلي، لانه التحركات لما يبقى فيها تفاهم وانسجام وربط فيما بين ميكسيوني وبرسيتاو مع محمد مجدي قفشه ولا مركزيه ممكن يعمل حاله في وجود حمدي فتحي اللي هو بيهدي الريتم وبيعرف يوقف الكوره، في وجود عمرو سلاي والادوار الهجوميه، في وجود اليو ديانج والسرعات اللي هتكون موجوده مع المسانده الدفاعيه، طبعا الطيران من على الطرفين، طبعا لو في علي معلول وبرسيتاو في الجبهه اليسرى ممكن تعمل مشاوير لاحمد السيد زيزو لو ما انضبطوش تكتيكيا دفاعيا، لانه زيزو مهاري تقيل. انا يمكن علقت مباراتين للزمالك في هذا الموسم، مباراه انبي ومباراه طلع الجيش. زيزو نجم من النجوم التقيله قوي بدنيا وفنيا، ويقدر ان هو يستغل الثغرات والفجوات في التوقيت المثالي بمهارته الفرديه وقيمه المهاره الفرديه لما تخدم على الاداء الجماعي والنتيجه بايجابيه. الزمالك عنده ادوات كبيره جدا، وقف القيد في هذا الموسم بالنسبه لنادي الزمالك افاده. هو ده اللي انا كنت لسه عايز اتكلم معاك فيه، مساله انه ما فيش لعيبه جديده، هو كارتيرون بيلعب بنفس اللعيبه بقاله فتره، فهل هم خلاص فهموا بعض وخدوا على بعض وبقى شايف ان هو هم دول اللي عندي فهم دول اللي انا بلعب بيهم وحفظ الاوراق بتاعته وازاي يستخدمها كويس؟ 100% لانه ما حدش منهم خرج، كلهم مستقرين، ولا جه من الاعراض لعيبه تقيله. لكن مثلا مصطفى فتحي على سبيل المثال تاني هداف الدوري الموسم الماضي مع سموحه السكندري، لاعب من اللاعبين اللي استووا فنيا، ملوش مكان في نادي الزمالك لانه مش هيلعب على بن شرقي ومش هيلعب على زيزو. لما بيلعب في مركز 10 بيفقد تماما، بنبقى خسرنا او خسر نادي الزمالك مكان لاعب محترم فنيا على الجناح، فهو ملوش مكان في نادي الزمالك في هذا الوضع. لكن اللي يبتدي النهارده اوباما ارتاح في مباراه طلائع الجيش، لازم يبدا النهارده لانه مركز 10 صريح صانع العاب محترم فنيين، والجزيري كمان يبدا النهارده لانه يخلي عمر السعيد على سبيل المثال جاب هدفين، هدف في مباراه اميه مكان بديل وهدف في مباراه طلائع الجيش لمكان اساسي، يبدا اساسي النهارده لا، يسيب الجزيري يتعب دفاع الاهلي وينزله هو في الشوط الثاني يخلص بعرضيات لو اشتغل الاطراف بشكل سليم، ومش بس اطراف الباكين لانه الزمالك عنده راحه في انه بيريح الباكين ما بيطلعهمش كتير، لانه زيزو منوط بالعرضيات والهدفين اللي جابهما عمر السعيد كانوا من عرضيات الجناح مش الظهير، فكده كده مأمن دفاعيا وعنده لاعب مكوك
هجوميا زي اشرف بن شرقي وزي احمد سيد زيزو. وانت بتتكلم عن بن شرقي دلوقتي، اعتقد انه هيكون في مباراه خاصه كده ما بينه وبين اكرم. اكيد طبعا، ودي اول مره بالمناسبه يتقابل الثنائي في هذه الجبهه. اكرم عنده ادوار دفاعيه مميزه، هو لاعب نص ملعب في الاساس، لكن اثبت ذاته في الظهير. الملعب كله الحقيقه والله بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه فنيا للمنتخب، وكان مع المنتخب الاولمبي طبعا مع شوقي غريب اصابك والحالي كمدير فني طبعا، ومع المنتخب الاول في الفتره اللي جايه كمان. لا مميز اعتقد انه يعني، بس برضه لازم اكرم يلعب وراه كمان لاعب مسانده، لانه بن شرقي مهاري، ولو كان اكرم في واحده وفي مساحه وراه اكرم مش هيجيبه. وده يخليه ما يكونش عنده دور هجومي قوي النهارده، مش هيطلع كتير وهيقرب له لاعب نص ملعب، ولذلك انا بارشح ان يبقى فيه ثلاثه في نص ملعب النهارده، يعني يبدا حمدي فتحي، يبدا ديانج، ويبدا كمان عمرو سلي، هيعملوا مسانده مهمه جدا للثلث الدفاعي. غياب شيكا هياثر سيكولوجيا فقط، فنيا لا. طب وكهربا؟ كهربا برضو مش هياثر. هو في خناقه بين كهربا وموسيماني ولا الموضوع فنيا؟ المعلن فنيا، لكن في زعل، في شويه زعل، في شويه زعل. هل الزعل ده ينفع يكون سبب استبعاد؟ مع موسيماني انما في العادي لا. طب احنا عارفين، هقول لكم دي حاجه شخصيه ممكن تكون على جنب، يعني لو راجل مهاري وهيفيدني في المباراه دي انزله، يعني مهما كان في خلاف بيني وبينه. او طاهر محمد طاهر اللي مطلعه بره خالص على سبيل المثال، هو بيزعل، بيزعل من اللعيبه لما بيحس انه اللعيبه بتتعالى عليه او انه مش مدينه قيمته، بيزعل، ولما بيتقمص بيطلعه بره، بيقول له انا في ايدي ان انا اخليك تبقى بره خالص. وده مسمار تاني في نعش موسيماني. ايوه طبعا، ما بينه وما بين اللعيبه. اللي رجع باتريس كارتروز زمالك مين؟ مجلس الاداره كمان. اللي رجع باتريس كارتروز زمالك مين؟ اللعيبه. اللعيبه هي اللي فرضت على الاداره الحاليه انها ترجع باتريس كارتروز. هو ايه الاستراتيجي بتاعته في التعامل مع اللعيبه؟ يعني هو في المؤتمر الصحفي، صحفي ساله انت ما لعبتش كهربا ليه مع انك وعدته انك هتلعبه؟ قال له هو بيطلع اسرارنا بره للصحفيين. ايه المساله دي؟ ايه الشد والجذب مع اللعيبه؟ ما بعد النهائي كاس السوبر في شرخ حصل ما بينه وما بين اللعيبه وما بينه وما بين الاداره، لكن فكره الرد ده مش ذكي منه، وده بينعكس على الاداء بشكل او باخر. مش عايز اقول اصلا مش في النادي الاهلي انه لعيبه مثلا تادي بشكل يخلي مدير الفني يطلع بره، ما هيحصلش يعني في النادي الاهلي لا ككيان، لكن زي ما بقول اللي رجع باتريس كارتونو الزمالك هم لعيبه، واللي ممكن يمشوا بيتسو موسيماني من النادي الاهلي هم لعيبه، بس كده بشكل صريح، بغض النظر عن نتيجه النهارده سواء فاز او خسر، ممكن يفوز ويتصدر الدوري لان مباراه النهارده مباراه 6 نقاط، لكن بشكل عام لا، اللعيبه ممكن لو عايزه هتطلع اي حد بره النادي، لان كمان في مصر احنا مش زي مانشستر يونايتد على سبيل المثال، لازم مشروع واستقرار وهتقعد والملاك هنا زي ما قلنا مجلس الاداره هيريح اللعيبه وهيريح اعضاء الجمعيه العموميه، انتوا شايفين ايه واحنا نريحكم، والبديل موجود بالمناسبه. توقعاتك للتشكيل في الفريقين؟ التشكيل انا اشوف ان علي لطفي هو هيبدا النهارده بعد لطفي علشان يضرب توقعات كل الناس، الناس كلها مستنيه الشناوي. الناس انا اشوف بشكل صريح كده انه لا الشناوي ما يبداش، لانه بقاله فتره طبعا. حتى لو بيتمرن بشكل كويس جدا وانا متابع تدريباته، لكن لا الشناوي بعيد اعتقد انه لازم، خلاص خد اجواء المباريات وبدا يتالق، يعني كان عنده خطا او خطأين في المباراه الاخيره لكن بدا يتالق لانه بعيد عن المباريات، ولو خرج النهارده من القائمه هيقتل فنيا مره ثانيه، والراجل ماسك نفسه بقاله كتير. فعلي لطفي يبدا في هذه المباراه، علي معلول واكرم توفيق على الباكين في الاستوبرات او كقلبي دفاع، ايمن اشرف وبدر بنون المغربي. في نص الملعب انا شايف انه حمدي فتحي، ديانج، سوليه، قفشه، بيرسيتاو، ميكسيوني. ممكن يغير بالطريقه المعتاده انه يلعب بمحمد شريف ومحمد مجدي قفشه، بيرسيتاو، وحسين الشحات. ممكن كده، لكن انا اشوف انه لو لعب بالطريقه اللي لعب بيها بدون مهاجم صريح، بدون محمد شريف في بدايه المباراه، لا هيربك كثيرا حسابات باتريس كارترو وحسابات دفاع نادي الزمالك اللي عنده زي ما حقق في النادي الاسماعيلي مع نادي الاسماعيلي 4-0 بالتاكيد، وفي هذه المباراه يقدر يتعامل بالظبط، لانه كمان لما يحط ثلاثه في نص الملعب زي ما قلنا هيوقف السورسز المصادر بتاعت نادي الزمالك. على الجانب الاخر نادي الزمالك ما فيهاش تغييرات كبيره، خلاص بقت محفوظه لانه عدد لعيبه معين كلهم في حالتهم الذهنيه العاليه، فهيكون محمد ابو جبل في حراس المرمى، اشوف ان فتوح يبدا في هذه المباراه بعد الوقف، مش عبد الشافي، محمود علاء الونش، وحمزه المسلوثي التونسي. في نص الملعب طارق حامد، امام عاشور لا خلاف على اهمامه، امام عاشور اصبح دلوقتي رغم صغر سنه الا انه اصبح محوري وعوض غياب فرجاني ساسي، عوضه لانه عنده روح بشكل او باخر. بن شرقي، اوباما، زيزو، والجزيري مش عمر السعيد. الجزيري يتعب كتير قوي في الشوط الاول دفاع نادي الاهلي، وفي الشوط الثاني نزل لهم عمر السعيد، لو النتيجه مرتاحه ممكن يزودوا الغله من الاهداف لو قدروا ان هم يمتلكوا نص الملعب اللي هو الايقاع بتاع المباراه مع الانضباط التكتيكي، لان المباراه دي على شعرها. طيب انا عارفه انه في مباراه زي دي السؤال ده بيبقى صعب، ويعني
محدش يقدر يتوقع. لكن أنا أقدر أتوقع. عندك إحساس كده بالمباراة؟ عامة أنا بتوقع الأهلي والزمالك بقالي فترة يعني مباراته بتوقع بيطلع صح. إحنا عايزين نعرف أنت شايف مين الأقرب النتيجة النهاردة تكون إيه؟ لو في انضباط تكتيكي وماشيين صح وكل لعيبة أو كل لاعب سمع كويس قوي المدير الفني ينفذ الكلام الكبير اللي بيتقال بره او كلام كتير بيتقال بره يبقى كلام كبير على ارض الملعب الزمالك ليه نسبه اكبر نسبيه ولكن هذه المباراه اغلب او اقرب انها تروح للتعادل لكن الزمالك ليه مباراه نسبيه وانا قبل كده هنا برضو قلت انه في نهائي قرن نهائي افريقيا قلت الزمالك ليه نسبه اكبر والاهلي فاز نايم المباراه وقدر ان هو يعمل التحويله بهدف محمد مجدي قفش فممكن تحصل المباريات دي بالروح بره توقعات بس انت بتدي اجابه نموذجيه كده يعني تيجي تقول لي كده ان انا اقرب للتعادل ده اجابه نموذجيه انا عايزك تديني لانه الاثنين قريبين الاثنين متعادلين في النقاط الاثنين ماشيين 0 0 ولا 1 1 انا عايز اجابه لا لو في اهداف ممكن الزمالك يعدي المباراه دي يعني لو مش 0 0 الزمالك ممكن يعدي المباراه دي طيب وانت هدير لا انا شايفه ان شاء الله يعني 2 0 للنادي الاهلي وانا برضو 2 0 للنادي الاهلي اهلاويه مش علاقه بقى يعني لا احنا نتوقع صح صدقني وزي ما انت قلت على فكره قلت انه وانت قلت قبل كده انه الاهلي الزمالك بيكون في حاله من الاستقرار وفي انتصارات متتاليه وكفته هي الارجح لكن بيحصل ان الاهلي بيقلب كل الموازين هو اصلا ما فيش استقرار بشكل عام حتى باتريس كارترو قال لو مجلس الاداره اللي هو الرسمي اللي هو مرتضى منصور رجع تاني للاداره انا مش هبقى موجود فبرضه في حاله من وان كان برضه عشان برضه تبقى اكسكلوسيف يعني او انه مش هيبقى موجود وهيعلن عن الانتخابات ومش هيبقى موجود بشكل او باخر مين اللي مش هيبقى موجود مرتضى منصور عظيم بس كده كل الشكر ليك شرفتنا ونورتنا استاذ محمد عفيفي النقد والمعلق الرياضي شكرا جزيلا ليك اشكرك دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل هنرجع من بعده نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر خليكم دايما مستنيين اهلا بحضراتكم مره ثانيه الحقيقه من يوم اعلان شركه فيسبوك تغيير اسمها الى ميتافيرس والكلام كتير جدا لدرجه ان الحقيقه اختلطت بالشائعات وكانت ابرز شائعه انك لو مت في الحقيقه هتموت في الميتافيرس خلينا نتكلم بالتفاصيل مع ضيفنا المهندس وليد عبد المقصود خبير تكنولوجيا المعلومات صباح الخير عليك يا باشمهندس صباح الخير يا اهلا بحضرتك صباح التقنيه والتطور يا اهلا بيك يقال يا باشمهندس لو واحد مراته زعلانه منه وهو راح للميتافيرس لو قفلت عليه الراوتر مش قلقانين قوي هناك ما دي الاقاويل اللي مش هيرجع تاني ده فعلا مش عارف ده يعني احنا مسيطرين دلوقتي وهنسيطر بعدين دي حاجه كويسه جدا لا انتم مسيطرين بس بعد كده مش هتسيطروا هتشعر يعني في اساليب جديده قوي للرجاله والمجتمع الذكوري حاجه غريبه بصراحه قول لنا بقى ادخلي بقى في ميتافيرس وبعد كده نتصالح جوه طيب طيب رايحين على فين احنا بقى فهمنا ايه الحكايه هو يعني عجبني المقدمه في موضوع انه في خلط في الموضوع وهي الموضوع يحتاج لمتخصص ويكون مش مجرد قارئ للاحداث او قارئ للتكنولوجيا الجديده هي فيها علم ودراسه هبدأ كلامي بشخصية اسمها مارك زوكربيرج ده أكثر جاهزية على مستوى العالم يعني هو واخد مركز أول دلوقتي هي الشركة المنفردة والمتفردة في إطلاق تكنولوجيا اسمها الميتافيرس زي ما كنا بنقول زمان هو ده تطبيق يا باشمهندس بص حضرتك حلو الكلام ده لا ده اسمه اختراع تكنولوجيا حديثة ده اختراع يعني كان غير موجود قبل كده مش اكتشاف ده اختراع والتكنولوجيا دي ليست حكرا على شركة فيسبوك لكن هو أسس شركة اسمها ميتا تحتها دلوقتي فيسبوك وإنستجرام واتساب وميتافيرس هو بقى ده الكلام هو أسس شركة اسمها ميتا هتبقى شركة قابضة تحت منها بقى مجموعة الشركات اللي احنا عارفينها لكن هل هيتغير اسم الفيسبوك إلى ميتافيرس الكلام ده غلط لا الفيسبوك زي ما هي كان منصة ماسنجر مثلا زي منصة واتساب ومش هيتغير في حاجة ده اللي الناس عندها خلط فيه إنه فيسبوك هيفضل زي ما هو ده تطبيق جديد مختلف الشركة الأم بقى الأكبر بقى اسمها ميتا أما ميتافيرس هي التكنولوجيا الحديثه اللي ممكن اي شركه ثانيه الحديث والثوره الجديده في عالم السوشيال ميديا والانترنت ده عظيم. احدث حاجه في الانترنت اللي ممكن نقول لحضرتك ان في شركات ثانيه ممكن تشتغل على الموضوع ده بص بقى الشركات الثانيه دي لازم تدخل الشركات وتشارك الفيسبوك عشان يحصل تكامل لان الميتافيرس ليه تعريفات كتير قوي وناس كتير قوي متخصصه اتكلمت في الموضوع خد بقى على مسؤوليتي انا وكده متخصص تعريف الميتافيرس مثلا تكامل اندماج الواقع الافتراضي بالواقع المعزز الملموس او المحسوس تكامل يعني مجموعه الشركات تدخل لهذه التقنيه اندماج الواقع الافتراضي اللي بيقول عليه في ار فيرتشوال رياليتي في ار
تلبس نظارة وتروح في مكان تاني اسمه العالم الآخر أو العالم الموازي. عشان نبسط للناس الموضوع بس اللي بيتفرجوا عليه. أشبه بالأفلام 3D اللي احنا بنشوفها في السينما لما نلبس النظارة. صح كده؟ ده الواقع الافتراضي. ونلمس الشخصيات. لا ده واقع الافتراضي. الواقع المعزز اللي هو AR Augmented Reality. إن أنا ألبس النظارة بس أشوف التيبل دي أو الاستوديو. ولاقي في حاجة بتتحرك جوا. ده اسمه الواقع المعزز. دمج الواقع بالافتراض اسمه الواقع المعزز بحركة. المحسوس يعني ايه بقى؟ ان انا لما اكلم حضرتك في التليفون كنت بسمعك واشوفك. دلوقتي ممكن اسلم عليك. احس البس خوذه يحصل تخاطر ما بين اثنين اطباء بيعملوا عمليه في طرف في بلد ثانيه. هو ده هو ده. ان انا يعني دي هقولها بس يعني تفسيرها بعدين بعد 22. اشم الروائح دي الحواس. فالمحسوس. فانا تكامل اندماج الواقع الافتراضي بالمعزز المحسوس. طيب واحنا بنتكلم عن الشائعات، الناس كانت بتتكلم ان انا ممكن اروح شغلي، ينفع اروح شغلي البس النظاره دي واروح شغلي؟ ده اول حاجه من ضمن التطبيقات، ان انا اصحى من النوم اقعد في مكتبي، اسمي انا قعدت على كرسي خلاص وعندي مكتب، اشرب فنجان قهوه الصبح فعلا انا هشربه، لكن انا بختار المكان اللي انا هروحه. خلاص ادخل رايح مكان شغلي الاقي نفس الديكور، نفس المناخ، نفس الجو، البيئه. وبص يميني كده الاقي زميلي. مين اللي صمم المكان هنا بقى بالظبط كده؟ مين اللي صمم المكان؟ احنا هنشارك كمطورين ومبرمجين من فوق الشركات، وبعد كده مين الدول اللي هتشارك في الموضوع ده؟ الشركات التكنولوجيه المتخصصه هي اكثر تقدما وجاهزيه عن الدول. يعني مش الدوله هي، لا مش هنقول دوله مثلا، لا وعليه التطبيقات دي بعد كده بتتحكم في الدول، وشفنا ده مؤخرا يعني في الولايات المتحده الامريكيه. مظبوط كده. فانا بس بضرب مثال، انا دلوقتي في مصر كان في مساحه ارض كانت صحراء، قررت الدوله انها تنشئ جمهوريه جديده وهي العاصمه الاداريه الجديده وغيره. طب احنا من كام سنه لو صورنا الارض او على جوجل مابس او ايرث مش موجوده. دلوقتي موجوده. نفس الموضوع في عندي بقى حي السفارات، نفس القصه في العالم الاخر، هيبقى في عندي احياء، عندي بيئه مختلفه. فاحنا هنخلق ان صح التعبير، هننشئ الضوابط يا باشمهندس اللي ما تخليش ده يكون برضو كارثه، لانه مساله برضو ان يعني الانسان مش هينزل ويروح شغله، ما هي دي حركه احنا متعودين عليها، ما هي دي حياتنا. بص اذا هو يعزز التعليم الاونلاين ويعزز الكثير من الاونلاين اللي احتجناه الفتره اللي فاتت وفعاليه اكبر. شوف لكن التحول الرقمي ديجيتال ترانسفورميشن اللي هو التحول الرقمي، مصر والعالم كله بيتحولوا. انا بقول ميتافيرس ما بعد التحول الرقمي. يعني شوف انا لسه ببدا من السنه من 2020 عشان كورونا وكوفيد 19. لا انا بتكلم قفزه نوعيه في التحول في مجال التكنولوجيا. ده معنى مصطلح الميتافيرس بعد العالم، ما بعد الرقميه. ما بعد اللي هو ما وراء الكون زي ما قالوا. لكن احنا لسه بنطبق ولسه ما خلصناش اصلا التحول الرقمي. شوف سبقنا بقد ايه. فانا بقول ان رقم واحد مجال التعليم. ورقم واحد بعدها الصحه وغيره. التعليم الفئه العمريه قلتها في صباح الخير مصر قبل كده، احنا كنا عارفين ابتدائي اعدادي ثانوي جامعي وغيره، ما دي المرحله التعليميه. تخيل لو احنا كدوله كمصر اهتمت بالميتافيرس وبقى منهج او كتاب. عرفنا الاطفال من 5 سنوات ل 13 سنه يعني ايه ميتافيرس. عارف بعد 13 سنه الطفل ده اصلا هيبقى ايه؟ يا دكتور يا مهندس يا حرفي، قبل ما يخلص باقي المراحل التعليميه. فانا بقول بأشيد بتكنولوجيا الميتافيرس في تطور العقل البشري. الطفل هيفهم اكتر مني ومن حضراتكم. صح. يعني ايه معامل الكيمياء. لو بشكل عام اي حاجه، الطفل دلوقتي بيمسك الموبايل فعلا بيعمل عليه كل حاجه، بيمسك اللابتوب دلوقتي، واحنا في سنهم ما كناش بنعرف نعمل كده. صح كده. احنا من 25 سنه كموبايل، موبايل ابيض وسط كده شاشه سوداء، فجاه بقى حاجه اسمها سمارت فون. يعني ايه سمارت فون؟ يعني انا اشوفك وتشوفني في 25 سنه. احنا بقى من 2022 ل 2025 احفظوا الرقم ده، هيحصل تحول ربع قرن من 2022 ل 2025 لو ان شاء الله 3 سنين بالظبط، كانهم 25 سنه في الايه؟ في مجال التعليم ومجال الصحه. بمعنى ايه الصحه؟ انا في ميتافيرس انا بخلق وبصنع افاتار ليا انا كوليد بس في العالم الاخر، وببدا البس سنسورز حساسات ومعايا السمارت فون بالنضاره بالكلام ده كله، بشوف اصلا الدوره الدمويه بتاعتي بس بشوفها مرأة العين، مش هعمل بقى تحاليل ولا بعمل أشعة. وده بيبقى انعكاس ليا ولا أنا ممكن أحسن بقى الصفات اللي أنا عايز أحسنها؟ لا انعكاس ليا. برافو. أحسن إزاي بالنتائج اللي تطلع؟ ده أنا جالي شوية صداع، يا ترى من إيه؟
بدل ما اشخص بيطلع لي اصلا النتائج قدامي في النضاره. هي الكحه دي ايه، ناشفه ولا يقول لك كذا، في تشخيص هيحصل وطفره في عالم الصحه من خلال الاي افاتار ده، في خطوره كمان على الاطباء. نعم في كده خطوره على الاطباء. انا هقعد اكشف على نفسي، عايز النقل بقى في المدرسين، قطاع التعليمي، في الاطباء. لا بص كل قطاع مدروس. ده اللي خلينا شويه في تخوف كده، انه ده بيحول العالم للانعزال. يعني اذا كان احنا بنقول مواقع التواصل الاجتماعي والموبايلات خلت الناس اجتماعيا معزوله، بتطبيق زي الميتافيرس ممكن ايه اللي يحصل؟ طيب الجزئيه دي فيها شعرايه كده، في شعره كده ما بين الاثنين. لو سمارت فون لا انت ليك قاعده معينه وماسك الموبايل ومنغمس ومنعزل. الميتافيرس اكثر تجاوب وانسجام ما بين الاطراف. يلا بينا نروح مثلا داون تاون وفلان وفلان ونجمع بعض ونشوف بعض ونشرب ونقعد ونتكلم. دي حقيقه. يعني لا لا هو مش خيال علمي، ده تطبيق حقيقي. انا مش متخيل بصراحه، مش هكذب عليك، انا مش متخيل. ممكن في مشهد في احد الافلام حاجه شبه كده، نسافر لدوله ثانيه ونقعد على نفس الطاوله. يعني ان انا حتى لو شفت الكلام ده في فيلم او كده مش هحسه. على سبيل الدعابه، بما ان حضرتك بقى بتسالني سؤال بابتسامه، اللي متجوزين مع بعض، اللي متجوزين، انا زعلت مراتي وباجي اصالحها على الواتساب، هل ده شائع؟ كتير صح؟ طبعا بيحصل، ما اقدرش اواجهها وابعت لها رساله. كلنا بنعمل كده اصلا. تخيل بقى في الميتافيرس ايه اللي هيحصل؟ من الخوف. تخيل ايه؟ والله يدعوها انها تدخل المكان الفلاني ويكلموا بعض خلاص، والمصطلحات بقى والافيهات اللي بتحصل على السوشيال ميديا ويروح قافل عليها، ويروح قافل عليها مثلا. بيحصل الرجاله دي، ودي هي اللي مش هتخليكم كويسين في الميتافيرس. ففعلا من ضمن التطبيقات، بس ده في الوطن العربي، خفه الدم المصري ان فعلا هيصالح مراته من خلال الميتافيرس. وده مش قصه تخصص، هي على سبيل الدعابه ان تقدر تاخد حد في منطقه ثانيه غير الواقع، تقدر تواجهه فيها وتتكلموا وتحلوا المشكله، تتفاوضوا في موضوع ثاني، هيحصل فيه تفاوض. طب ليه؟ ليه يعني لما احنا قاعدين مع بعض دلوقتي ممكن نحل المشكله، ايه اللي يخلينا نروح الواقع؟ ما هي ما بتتحلش عشان كده قالوا يودوه الميتافيرس. ما بتتحلش. لا بجد والله، ايه اللي هيتغير؟ زي ما بقول لك، هي كانت بدايتها رساله. دلوقتي لا، تعالى بينا نروح بقى في المكان الفلاني ونتكلم مع بعض. هل مساله الوقت مثلا عندهم؟ لا مش الموضوع ملوش علاقه بالوقت. لا ملوش علاقه بالوقت، هو حاجه نفسيه شويه. عامل نفسي. طب انا هرجع مع حضرتك لمارك، هل مساله انه اعلن، ناس شايفه انه ده اعلان مبكر بسبب المشكله اللي حصلت مؤخرا والتسريبات اللي حصلت عنده في الشركه؟ حلو السؤال. شايف الموضوع ده ازاي؟ ده السؤال ده في الجول 2014. بدايه دراسه الميتافيرس 2014. لما ايه بقى؟ حينما بقى استحوذت شركه فيسبوك لشركه النظارات الافتراضيه اوكولس. يعني من ساعه ما اشتريتها من هنا هي كانت ناويه تعمل ايه التحول ده. وفي 2018 كانت اكثر جاهزيه، الفيسبوك كان جاهز لكن اعلن اليومين دول. لكن من الناحيه التسويقيه لما يجي يقول لك الفيسبوك اسمه هيتغير، الحقوا، بقت العالم كله بيتكلم. عشان عايز في 2025 يكون في مليار مشترك من خلال منصه الفيسبوك اللي هتبقى ميتا على في داخل عالم الناس كلها تجري تعمل اكاونت هناك عشان استخدام التطبيقات. هنا بقى احنا بقى ايه، في ظهور لوظائف جديده. يعني الجرافيك ديزاينر بقى اللي بيعمل في الفوتوشوب والاستريتور ده مرحله، الفري دي مايا و3 دي ماكس وغيره دي مرحله. في مهنه جديده لصناعه البيئه اللي هي ايه بقى، المجسمه، ليها معايير وليها شروط. ففي ناس هتتسابق تقول لك ايه، انا بعرف اعمل المديول ده، النموذج ده. فهتبدا وظائف جديده تظهر اليومين الجايين دول. الافاتار كل واحد فينا دلوقتي زي ما كان ليه اكونت وليه اي دي على الاونلاين، هيبقى ليك افاتار. يا ترى يا وليد انت شكلك ايه في الافاتار او في الميتافيرس؟ اقول لك اهو. بس ده هيكون لي مخاطر كتيره جدا يا باشمهندس. يعني انا دلوقتي مثلا ظروفي في الحياه مش احسن حاجه، زعلان، مكتئب، فانا هدور طبعا على هذا العالم الافتراضي الجديد والواقع المعزز اللي حضرتك بتقول عليه عشان اهرب من حياتي. بيحصل ممكن. بص هو ممكن ده عامل نفسي ممكن، لكن انا باخد فيه بنسبه حاجه 90% او 90% عامل ايجابي اذا تم استخدامه صح. لو انا دورت على السلبيات في بدايه الموضوع هروح في حته ثانيه خالص. لكن تعالى بينا بقى نتكلم في تعليم، نتكلم في صحه بس ده مؤخرا. لكن التعليم، انا 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 بنادي، انا فعلا كمتخصص، لو وزاره التربيه والتعليم الدوله المصريه قررت ان الميتافيرس ده كتكنولوجيا حديثه والعالم كله اعترف بيه، يلا بينا. بس في حاجه صحيح. العالم ده هيحكمه قوانين. عشان اجي اكلم في فلوس وبيع واشتري هيبقى فيه الكريبتو كرنسي اللي هو العملات المشفره. دي جزئيه.
عشان اثبت ملكيه الموبايل ده او البيت ده في الميتافيرس في البلوك تشين اللي هو التسلسل الكتل، ان حضرتك عندك بيت انا وحضرتك نقر ان البيت ده بتاعها هي طرفين ليها اثبات ملكيه، مش زي شغل الشهر العقاري اللي عندنا ورقيات موضوع تاني. لا في معايير وفي عوامل. طب والمعايير والعوامل والادوات الجديده دي المواطن العادي اللي هيكون عنده اكاونت ازاي هيكون بيمتلكها علشان يقدر يتعامل في الميتافيرس؟ لو بتستخدم موبايل سمارت فون وعندك اكاونت على الفيسبوك او السوشيال ميديا بلاتفورم انت مش في الميتافيرس. يعني اذا كان معاك موبايل بس ومعاك تطبيق المفروض يكون معاك انت على الانترنت بالظبط. نظاره مثلا يعني لازم اول حاجه رقم واحد نظاره. وتنافس الشركات على النظارات مش الفيسبوك بس، هيبدا يظهر نظارات باشكال معينه بتكنولوجيا معينه. بعد كده الجلافز القفازات الملموسه والمحسوسه اللي فيها سنسورز متوصله بالموبايل عشان احس والمس. سلام حار سلم. طب ده ماشي، حضرتك تقول ان احنا كمان كام سنه هنشم؟ نشم دي يعني بقى يعني سلام زي ما حضرتك قلت يبقى في قفازات فدي ماشي. يعني مقبوله شويه، ان انا اشم ازاي؟ شوف التلفزيون زمان كان سي ار تي اللي هو المربع ده لما اتحول ل ال سي دي او ال اي دي اللي هو السليم. هل احنا ايام السي ار تي بالتلفزيون نعرف ان في يوم من الايام؟ لا طبعا ما كناش متخيلين. ما كناش متخيل. هل ايام ما كان ابيض واسود كان ممكن يتحول لالوان؟ بس لازم ابقى على ارض الواقع. زي ما في سماعات سبيكر وزي ما في شاشه بتبث الصوره، احنا فيها هيبقى عندنا كارتج اللي هو خرطوشه فيها اماكن لبرفيوم اسانس برفيوم كده بس ستاندرد. والتلفزيون متوصل بالانترنت وفي شركه وسيطه، انا بعمل الاعلان برفيوم معين او حاجه اكل اودي للشركه الوسيطه دي تكوده تعمل كودنج. تبعت الكود للتلفزيون للمشتركين معينين، الكود ده بيظهر بعلامه على الشاشه او على التلفزيون كده، يبعت اشاره يخلي الاسانسر يطلع وفي فان مروحه. تبعت الايه تعمل بث للايه للريحه دي تنتشر الريحه لمده قد ايه؟ 3 ثواني. 3 ثواني عظيم جدا. شوف العلم راح فين. ده على فكره دي دراسات مش بقول وحي خيال، دي حقيقه. هنشم بس يا ترى البراند دي نوعه ايه؟ نوع التلفزيون ايه؟ خط الانتاج الموافقه العالميه؟ الكارت ده هتغيره منين؟ يعني الاكل كمان كده بما اننا بناكل بقى في عالم افتراضي، فممكن احط الاكل قدامي وابتدي اشم ريحته وانا خلاص بقيت بشم. هو ده الكلام صح كده انت وصلت. بس انت مش هينفع معاك موضوع الاكل في العالم الافتراضي ده، انت بتحب الاكل الحقيقي. هيديني ايحاء ان انا شبعت بس انا ما اكلتش ولا انا شميت بس. لا وهقول لك على حاجه، انت اصلا هتشوف وتشم وتحس وكل حاجه، بس انت وانت في الواقع وانت بتاكل كده وحركتك وبتشرب فنجان القهوه، انت قدام اصدقائك في المكان انت بتشرب وفي الواقع انت بتشرب فعلا. هو الدمج تكامل. يمكن في الناس اللي بتلعب فيه العاب كتير يعني الموضوع ده بيبقى واضح فيها. يعني شكل التطبيق ده واضح في الالعاب بنسبه كبيره. الالعاب ده بقى جزء تاني وليها وقت تاني لوحده. يعني ايه بقى اطفال تحسوا موضوع تاني خالص يعني. مش بقى الجوستيك مثلا او الدراعات، ده كان زمان. عظيم. ده الموضوع فيه تفاصيل كتير قوي وفي شائعات كتير قوي هنتكلم عنه تاني باذن الله. وضح لنا الامور. كل شكر ليك يا فندم. وليد عبد المقصود خبير تكنولوجيا المعلومات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده يا فندم. شكرا. بكده يا مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، وصباح الفل على حضراتكم.